بتخش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. وما ينفعش تبقوا في حالكم وما تجيبوش سيرتنا الإجابة، لا ما ينفعش، عشان ساعتها مش هنبقى موجودين. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس والحلقة ما شاء الله رقم 900. الحلقة 900 في ملك وكتابة مع حضراتكم جاية في توقيت مهم جدا، وأعتقد خلال ساعات أو قبل ساعات من مباراة تاريخية وكبرى ومرتقبة للأهلي. لكن ليه ما ينفعش يجيبوا سيرتنا؟ ما أنا قلت لك قبل كده أستاذ إبراهيم، الأهلي ده رزق ناس. أها. بس للأسف الشديد رزقهم في التجاوز في حق الأهلي. يعني أنت ليك انتماءاتك، افرح، علم ناديك بالطريقة اللي تعجبك، إذا كانت صح، إذا كانت غلط، إذا كانت حقيقة، إذا كانت خيال، أنت حر. لكن في اوعى تجيب سيرة الأهلي عمال على بطال بالسلب والتقليل. لأن ده الحقيقة بيفكرني بعمنا نيتشه الفيلسوف العظيم الألماني، اللي بيقول سيظل يكرهك أولئك الذين كلما نظروا إليك تذكروا نواقصهم. اللي احنا بالبلدي بنسميها العين ما تحبش اللي أحسن منه. ده كلام أنا ليه بقوله، يعني أنا كنت مديله عنوان كده كلام ملوش لازمة بتاع نيتشه ده. وملوش لازمة لأنه مش هيقنع حد. دول رزقهم في التجاوز على الأهلي، رزقهم في التقليل منه، وبينسوا مع الزمن اللي بيقللوا منه هم اللي بيعلوا فيه دلوقتي لما يمسوهم. الحقيقة أنا بقبل من الجمهور العادي لأنه في تناقضات، مش كلهم ثقافة واحدة، مش كلهم نفس سن واحد، ولا سن واحد، ولا مود واحد، ولا يعني شخصية واحدة. لكن لما تبقى ناس في مناصب إعلامية أو مناصب رسمية شغلها التلقيح والتحفيل، طبعا احنا عايزين نتمسك بالمبادرات الطيبة الفترة اللي فاتت، لكن أحيانا بيجي من ناس مش مفروض يصدر منهم الكلام ده حاجات تستحق الرد. احنا ملتزمين بضبط النفس، بس الى متى زي ما بيقولوا؟ يعني يا جماعه كل واحد يخليه في حاله، صدقني ولو ان انا عارف ان ده صعب عليكم. ده صعب عليهم لكن سهل علينا ان احنا نشوف ابرز عناوين الحلقه. يومك يا اهلي وعلى بركة الله. لما يبقى الكلام مش كلامنا. الإخراج التلفزيوني بين المهنية والأزمة اللونية. من المحلاوي للبنا وفرصة دخول التاريخ. في دور اليد مهزلة تحكيمية بجد. وأخيرا منوعات من هنا وهناك. ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الكبرى للأهلي والترجي التونسي الساعة 8 مساء السبت إن شاء الله باستاد القاهرة الدولي، إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا وتحديد البطل اللي بيزف للأميرة، واللقب اللي النادي الأهلي بيدافع فيه عن اللقب اللي أحرزه في النسخة الماضية. المباراة بتحظى باهتمام شعبي وجماهيري كبير جدا، اكيد حضراتكم لامسين ومتابعين يعني ايه تذاكر المباراة والشغف الكبير للتذاكر. هذا الشغف وهذا الاقبال عبر تاريخي الطويل مع النادي الاهلي لم يحدث. طيب خلينا بالمناسبة البطولة الافريقية والاهتمام من الكاف نشاطر المهندس هاني ابو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم الأحزان في وفاة المغفور له المهندس عصام أبو ريدة شقيقه للفقيد الرحمة
وللأسرة وللمهندس هاني خالص التعازي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ومجلس الإدارة والعاملين في النادي نشروا اليوم أيضا نعيا ومشاطرة للمهندس هاني أبو ريدة. يعني حاجة مؤلمة، الأخ كمان بيبقى رفيق عمر. أيوة. وزمن وذكريات، وربنا يعني يرحمه ويدخله جنته برحمته يا رب، ويلم أهله الصبر والسلوان. وده يذكرنا بكابتن ربيع، يعني كابتن ربيع ياسين نجم وكابتن النادي الأهلي، أيضا شاطره مجلس الإدارة ونشاطره الأحزان في وفاة المغفور له شقيقه، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الكابتن ربيع والأسرة الصبر والسلوان. خلص التعازي، لكن بقول لكم إنه الاتحاد الأفريقي طبعا عنده اهتمام كبير بالمباراة الكبرى الأهلي والترجي، وفيها تفاصيل كتيرة في يومك يا أهلي أكيد هنتناولها بالتفصيل. لكن بكرة الجمعة في مؤتمر صحفي لمارسيل كولر هيحضره مع محمد الشناوي كابتن الفريق أو من يختاره الجهاز ككابتن للفريق في هذا المؤتمر، ويبقى مران وحيد يؤديه النادي الأهلي غدا أيضا الجمعة الساعة 6، ويفضل موجود في المعسكر اللي دخله من النهاردة استعدادا للمباراة اللي وصل لها الفريق التونسي امبارح واستقبله الكابتن محمود الخطيب بالورود في مطار القاهرة. وأعتقد كانت لفتة طيبة ردا على الحفاوة وكرم الضيافة وكل ما لقيته بعثة الأهلي في تونس. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما تكون المبادرات طيبة تعامل بالمثل، بس لازم تكون مبادرات من القلب يا أستاذ إبراهيم. مش قشرة. ما شاهده النادي الأهلي في تونس هو مبادرة من القلب، قوبلت بنفس الحفاوة ونفس الإخلاص ونفس الحب والدفء. هنا يعني استقبال مستحق يليق بالعلاقة اللي بيننا وبين الأشقاء. ده كلام مهم جدا في علاقة نموذجية الحياة على الصعيد الرياضي والأخوي. لكن ماذا عن تفاصيل المشهد في الترجي وأيضا في الأهلي؟ معنا موفد قناة الأهلي الزميل فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت أنت متابع لبعثة الترجي تحطنا في الصورة منها. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب طبعا بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب، يعني ربنا يكملها على خير يا رب، الفرحه تكمل يوم السبت القادم ان شاء الله، يكون يوم مصر ويوم النادي الاهلي، وان شاء الله يكلل يا رب بالانتصار والحفاظ على اللقب الافريقي في القاهره باذن الله ان شاء الله. يعني طمنا بقى، احكي لنا. يعني يا باشمهندس، انا عايز اخد من كلام حضرتك او عايز اخد المشهد بخصوص نادي الترجي من امس. يعني استقبال الكابتن محمود الخطيب، طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص طبعا بصحبه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي وطاقم المرافق ليه من الجانب النادي الاهلي، سواء طبعا التاريخ الكابتن سمير عدلي، العميد علاء صلاح، اداري النادي الاهلي، على استقبال بعثه فريق الترجي التونسي. وطبعا النادي الاهلي حرص ان يكون استقبال بعثة فريق الترجي التونسي في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة، في مشهد بيعكس عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي، سواء على مستوى الجمهور سواء على مستوى الإدارات. خليني أقول لك طبعا إن تعذر حضور الأستاذ حمدي المؤدب، يعني رئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، بظروف وفاة شقيقه. وطبعا كان بترأس البعثة رياض بدور المدير الكرة والمدير الرياضي طبعا لنادي الترجي التونسي. في المشهد والاستقبال الورود من الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص بكل التفاصيل، يعني ييسر كل الامور ويدي تعليماته ان كل الامور يعني تيسر لبعثه فريق الترجي التونسي، ده مشهد كان خاص بالفريق. واحنا يعني اثناء تواجدنا في المطار كان بعض الجماهير التونسيه كانت حريصه انها تكون في استقبال بعثه الترجي. اول كلمه قالت احنا بنشكر سواء الجماهير التونسيه، قالوا بعض النقاط المهمة جدا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. أول نقطة، احنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب، بنشكر النادي الأهلي على حفاوة الاستقبال، وإن اللقاء الأهلي والترجي ده ديربي من ديربيات القارة الأفريقية. احنا عارفين قيمة النادي الأهلي، عارفين تاريخ النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يوصل لخمس نهائيات متتالية، أعتقد ده رقم مش من فراغ.
احنا دايما في افريقيا او في التونس بنقول النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، وبنقول ان نادي الترجي هو غول افريقيا، او غول النادي الترجي التونسي غول افريقيا. لكن استوقفتني كلمه مهمه جدا من احد الجماهير يا باشمهندس عادلي وحضرتك اكيد والاستاذ ابراهيم هتلفت نظرك لهذه النقطه. احد الجماهير وانا بسجل معاه قال لي احنا شايفين حاله استعداد من الجماهير الاهلاويه للاحتفال بالكاس قبل بدايه المباراه، نتمنى ان الامر ده يكون واصل للعيبه، لان شايفين جماهير من النادي الاهلي بتتهيأ لان البطوله خلصت او ان المكسب مضمون، فنتمنى ان الامر ده يكون واصل للعيبه. طبعا احنا قلنا لهم اللعيبه في عزله تماما عن هذا الامر، لكن دي كانت بعض الحالات اللي مثلا رافضها طبعا جماهير الترجي اللي بيمنوا الناس، قالوا ان طبعا المباراه لسه 50-50 ما بيننا وما بين النادي الاهلي، النادي الاهلي متمرس في المباريات النهائيه، النادي الاهلي قدر ان هو ياخد بطوله مننا في 2012، احنا قدرنا ناخد بطوله من النادي الاهلي في 2018، المباراه دي كانت بتبقى 2-1 بقى للاهلي او 2-1 للترجي في عدد الالقاب، لكن ان دل الامر بيدل ان احنا عارفين قيمه النادي الاهلي، وايضا ان النادي الاهلي عارف قيمه الترجي التونسي. طبعا فريق الترجي يا باشمهندس كان ادى تدريب بالامس في تونس، ثم طبعا توجه الى مطار قرطاج ومنه الى مطار القاهره. النهارده كان يوم الاول لفريق الترجي التونسي، طبعا كان بيأدي تدريبه على ملعب فريق ملعب استاد الدفاع الجوي، ويعني كان في طبعا مخصصين يعني بعض اللاعبين سواء ياسين مرياح واسامه بقره للحديث عن المباراه. اللي احنا لامسينه من ميشيل كاردوزو المدير الفني من اللاعبين في تركيز كبير جدا يا باشمهندس عادلي عند فريق الترجي على المباراه، مركزين جدا فريق الترجي، يعني بعض الجماهير المصاحبه او اللاعبين عندهم تركيز كبير جدا، فاصلين تماما من الحديث مع الجماهير التونسيه مع الاعلام التونسي، عندهم تركيز كبير جدا على المباراه. انا باكد وبناكد على صعوبه المباراه. بعض اللاعبين بيتحدثوا ان الفرص متساويه ما بين الاهلي وما بين الترجي، النادي الاهلي هيلعب في وسط جمهوره. برضو عدم وجود او اصابه علي معلول، قالوا النادي الاهلي نادي كبير ما بيقفش على لاعب معين. طبعا الفريق يعني ادى تدريبه على ملعب الدفاع الجوي، الملعب الفرعي للاستاد الدفاع الجوي. قبل التدريب ميشيل كاردوزو كان عقد محاضره باللاعبين في مقر اقامه فريق الترجي التونسي، برضه اتكلم فيها على مباراة الذهاب اللي جمعت ما بين الفريقين، ومع اللاعبين عرض للاعبين بعض مباريات النادي الاهلي على ملعبه في البطولة الافريقية وايضا بعض مباريات الدوري، بيتكلم او بيركز مع اللاعبين على بعض التفاصيل الخاصة بالنادي الاهلي على ملعبه، تفاصيل النادي الاهلي. فاعتقد ميشيل كاردوزو مدير فني النادي الترجي باللاعبين مركزين، يقابلهم ان شاء الله تركيز من لعبة النادي الاهلي في هذه المباراة، الجمهور المتواجد ان شاء الله يكون على القدر المسؤولية وقدر الحدث. طبعا من المقرر طبعا زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم ان غدا هيكون في تمام الساعة 12 ظهرا المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بميشيل كاردوزو وزكريا العايب كابتن الفريق، ايضا هيكون المؤتمر الصحفي للمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وقائد وكابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. تدريب النادي الاهلي اللي هيكون مفتوح فيه 15 دقيقه للاعلام هيكون غدا ايضا على استاد القاهره في تمام الساعه 6، ايضا في تمام الساعه 8 هيكون تدريب نادي الترجي اللي هيكون من خلاله ايضا 15 دقيقه للاعلام. عايز اقول لك يعني حديثنا ايضا مع الاعلام التونسي او الزملاء التوانسه الموجودين بيتكلموا على الترحيب للنادي الاهلي، احنا بنشكر النادي الاهلي على الاستضافه، بنشكر جمهوريه مصر العربيه على الترحيب اللي احنا شايفينه في كل مكان. فنتمنى يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي مباراه تخرج في اطار من الروح الرياضيه، ربنا يكرم ان شاء الله لاعبتنا ان شاء الله ويكونوا في كامل تركيزهم يا رب ونقدر نحقق اللقب الافريقي ان شاء الله. ده بالنسبة للترجي، الأهلي بكرة التمرينة الأخيرة برضه. يعني يا أستاذ إبراهيم النادي الأهلي برضه يعني عشان أقرب حضرتك برضه من الأحداث ومن الصورة على مدار الأيام الماضية. طبعًا مستر مارسيل كولر بعد مباراة الذهاب اللي جمعت ما بين الأهلي والترجي التونسي، يعني أنا هسترسل لحضرتك كده إيه اللي تم من مع مستر كولر مع اللاعبين من بعد العودة من مباراة الترجي أو مباراة الذهاب. مستر كولر كان منح اللاعبين راحه لمده 48 ساعه،
خلال ال 48 ساعه اللي حصل عليهم اللاعبين، مستر كولر ما كانش في اجازه، مستر كولر كان قاعد بيتفرج على المباراه اكتر من مره، مباراه الذهاب بيتفرج على المباراه اللي جمعت ما بين فريق ماميلودي سان داونز والترجي التونسي في ملعب ماميلودي سان داونز، بيقف على بعض التفاصيل، بيحط سيناريوهات للمباراه في جلسات جمعت ما بين الكابتن محمد اللاشناوي قائد فريق النادي الاهلي مع اللاعبين، بيحطوا ايضا سيناريوهات للمباراه، بيتكلموا في تفاصيل الدوافع النفسيه محمد الشناوي ودوره كقائد وكابتن فريق النادي الاهلي كده. باشمهندس عارف ان الجلسات دي وتوقيتاتها بتبقى مهمه جدا خاصه في اوضه اللبس في النادي الاهلي. من الاخبار اللي كانت ساره جدا على مدار اليومين الماضيين ان طبعا عوده احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا اللي من اول يوم للتدريبات الجماعيه شاركوا في التدريبات الجماعيه. خليني باكد لك جاهزيتهم لهذه المباراه، ادوا التدريبات بصوره كامله طبعا. حتى الان عمرو السولية علي معلول طبعا نتمنى له السلامه، اللي كان طبعا اكيد هتستفيدوا في هذا الامر. الكابتن خطيب توجه لزيارته، وايضا بعض اللاعبين النادي الاهلي هيغيب طبعا كريستو لسه في مرحله التاهيل، فبنسبه كبيره طبعا السولية كريستو هيبقوا خارج هذه المباراه، بالاضافه لعلي معلول لعدم الجاهزيه الطبيه. مستر مارسيل كولر فرض على اللاعبين طبعا غلط تام، 48 ساعه الفريق دخل معسكر، مفيش حديث خالص مع وسائل الاعلام سوى الامر اللي كان خاص به التدريب بالامس وخروج الثلاث لاعبين اللي اتكلموا في هذا الامر. مستر كولر بيعقد محاضرات مستمره مع اللاعبين، التجهيز للمباراه، التحضير للمباراه، من النقاط المهمه جدا اللي مستر كولر مارسيل كولر قالها للاعبين، العبوا علشان خاطر الجمهور. بعض المشاهد اللي مستر كولر بيعرضها للاعبين، حضور الجمهور في المدرج، بيقول لهم العبوا عشان خاطر الجمهور ده، فرحوا هذا الجمهور، كل لعيب بيصنع تاريخ لنفسه وبيصنع تاريخ للنادي، لكن العبوا عشان تفرحوا الجمهور ده، يا رب ان شاء الله تكمل على خير باذن الله، يكتمل المشهد وتكتمل الفرحه. يعني يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي، احنا اتكلمنا على الترجي واتكلمنا ايضا على الاهلي، عايز اقول لك ان النادي الاهلي خليه عمل لا تهدا، الكابتن الخطيب بيتابع بنفسه كل التفاصيل الخاصه بالتنظيم في اجتماعات بتتم ما بين مسؤولي الكاف، ما بين الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي ممثله في الدكتور سعد شلبي، اللي طبعا الكابتن امير توفيق ايضا كان في حضور المهندس خالد مرتجي، العميد علاء صلاح، عايزين ان المشهد يليق بقيمه ومكانه جمهوريه مصر العربيه والدوله المصريه اللي بتثق جدا في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قادر على اخراج الحدث بالشكل اللي يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. تفاصيل مهمه جدا، النادي الاهلي كل تدخل باب النادي كل فرد داخل المنظومه عارف الملف اللي معاه ايه. يا رب تكمل على خير. طبعا الفريق ان شاء الله بكره هيكون التدريب الاخير طبعا على ملعب هو في هذه الاثناء، يعني وانا بكلم حضرتك الفريق حالا لسه مخلص التدريبه اللي كان على ملعب استاد القاهره الدولي، يعني هينهي التدريب ثم هيتوجه طبعا الفريق لاحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه طبعا للمبيت بهذا الفندق. زي ما قلنا الفريق داخل معسكر قبلها ب 48 ساعه، يا رب تكمل على خير. الفريق يؤدي تدريبه غدا ان شاء الله في تمام الساعه السادسه، وتكمل المشهد ويكمل الصوره ومصر كلها تكون فرحانه، والنادي الاهلي دايما بيرسم الفرحه يا باشمهندس. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فاروق. فاروق صلاح موفد قناه الاهلي المتجول بين بعثتي الترجي والاهلي، اعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله من تفاصيل المشهد المرتقب مساء السبت باذن الله تعالى. ثلاث ملاحظات مهمه جدا. المشهد بتاع استقبال بعثة الأهلي في تونس ثم استقبال بعثة الترجي في القاهرة بيعكس الصورة الحقيقية للرياضة، للمنافسات الرياضية النبيلة. أي هذا هو جوهر الصراع الرياضي، وليس أن تخلق الصعوبات لتمنح نفسك ميزات أنا بشوفها يعني تقلل من القيم الرياضية. هذا المشهد غير موجود في العلاقة بين الترجي والأهلي تماما، وخصوصا هذه المرة. اللي لازم يتبني عليها ونكمل كده. النقطة الثانية، حسنا فعل فاروق لما حطينا في الصورة من درجة التركيز والاهتمام والتعليقات والملاحظات اللي صدر من المعسكر بتاع الترجي، لأنه بيعكس أيضا أن من الذكاء ومن الفطنة ومن الحكمة أنك أنت دايما وأنت بتشوف نفسك
تشوف المنافس بنفس القدر عشان لا تفاجأ بشيء. ولما الناس شايفة الحظوظ 50-50، أيوة 50-50، لأن إحنا عمالين نحط وزن نسبي للنواحي المعنوية ودي موجودة، بس اللي بيترجم في الملعب هي النواحي الفنية. أي. مدى الالتزام، مدى الجاهزية، مدى التوفيق لكل العناصر بما فيها التحكيم. النقطة الثالثة المهمة جدا، ودي مسؤولية مشتركة هتكون بين إدارة الأهلي التي أصبحت في هذه المباراة تحديدا بتتحمل عبئا إضافيا في استعادة الصورة الذهنية الصحيحة والحقيقية للقدرة المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. بعدما شاهدنا ملاحظات الاتحاد الإفريقي في الكونفدرالية ودي أنا لما بقول أصبحت مسؤولية مشتركة، لأن للجماهير دور. شوف أنا الجماهير أعتقد أن أقل ناس محتاجة أتكلم معاها في الفترة دي سبقنا يا أستاذ إبراهيم في الإحساس بالمسؤولية. هيعملوا اللي عليهم وأكتر، هينجحوا الدنيا، وهنشوف مشهد حضاري، وهيفاجئونا برسائل حضارية. أي. أنا متأكد ده هو ده حس الجمهور الأهلي ووعيه. أعتقد كلنا نترقب، ولكن النقطة الأخيرة إن الترجوية يعني زي يقولوا أنتوا بتحتفلوا قبل الماتش، دي كلمة مهمة جدا، لأن هم عايزين فرقتهم تاخد حافز من هذا المناخ وأذكر أننا استطعنا أن نأخذ حافزا من مباراة الصفاقسي الصفاقسي تحديدا لما نزلوا واحتفلوا البنرات قبل الماتش، وكيف ان الاهلي يركع امام واعتبر الامر منتهي. في كره القدم الامر لا ينتهي الا بعد صفاره النهايه الحقيقيه، وخصوصا لما يبقى الفريقين بهذه القدره الفنيه والتاريخ والوعي والكفاءه في التعامل مع الاحداث الكبرى. لا، مباراه من اهم واخطر المباريات اللي خاضها الاهلي في النهائيات. المره دي نتمنى تركيزنا يكون كامل وتوفيقنا يكون هايل والتزام اللعيبه يكون 10/10 ويبعد عننا الاصابات يا رب باذن الله. كل التوفيق للاهلي وابطاله وجماهيره ان شاء الله تعالى مساء السبت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف تفاصيل يومك يا اهلي. ما تخافش على الاهلي. عامل ايه؟ الجو الحلو اللي انت عامله في الاوضه ده، الجو الحلو ايه ده؟ قاعد بتعمل ايه؟ فاضي؟ لا تعال تعال معايا، سقع لي المطبخ، يلا نشرب قهوه. سلام، شويه قهوه. ايه يا عماد بتبص لي كده ليه؟ عماد وترتني يا عماد، ما انت عارف اني متعود اشرب القهوه قبل ما افطر يا عماد. في ايه؟ انت مش غريب. بقول لك ايه؟ اسبقني على البلكونه. لا الجو حر نار بر، يلا بينا بس. الله عليك يا عمده، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه في الحر ده. انا حاسس ان انا ناسي حاجه. عماد نهار اسود، ده الشغل، يلا بينا نقوم نلبس بسرعه بدل ما حد يسمعنا كلمتين على الصبح. يلا الساعه اللي هاجه من دي اتاخرت ليه بيه؟ صباح الفل يا عماد. شفت شو قلت لك هتسمعنا كلمتين؟ معلش يا مستر مجدي، اصل عماد راحت عليه نوم. اذا كان عماد مفيش مشاكل، معلش يا عماد عايزك تسقع لي الميتنج روم على الاخر، وسيبك من الفاشل ده. بارد. ايه يا عماد، انا عايزك تخلي جو الميتنج روم بارد جدا عشان خاطر مستر مجدي. متشكر. مبرد هواء كسل، اقوى مبرد في مصر، 18 ساعه تبريد متواصل، اكبر خزان ثلج، هيسقع لك كل مكان وبيشتغل بكل هدوء. مبرد كسل مش عماد، بس في الحر سداد.
كلامنا اوله كوبايه لبده. صباح الخير. صباح الفل. وكوبايه في الثانيه الحكاوي تكتر. لطفي لطفي كريم كريم. طيب نستأذن احنا لسه في دون شاي كمان. او هو ده الكلام. اذا كان كده بقى معلقه سكر زي اللي فات. ما هو لبتن بلونه وطعمه الغني مع كل تكه معلقه يظبط لك الكلام. الله. لبتن بيظبط الكلام. معلش فرخنا فريش، معلش فرخنا طازه، فرخنا كريسبي جوسي متنقيه على الفرازه. بتحب الطعم الاصلي بتحبه سبايسي زياده، روح بازوكا وانت تدوق الطعم الاصلي للسعاده. ومهما يدوقوكوا بالطعم احنا ملوكوا. معلش فرخنا فريش مش فرخ مشوشه دوكوا. كشاتي دفعوكوا من غير ما يشبعوكوا، من غير شار الجبنه عشان تسقسق فيه الكوكو. فكك سيبك من الكلام ده، في بازوكا الخلطه جامده. معلش فرخنا فريش ده بجد ما بقلش، طعم السعاده بحجم زياده وسعر ما يفوتش. معلش فرخنا فريش سعادة عايزة بازوكا. بازوكا أحلى طعم في مصر. 16-4-55. عايزة أحلى أوضة نوم واختيارات في الليفينج روم. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ مش عايزة أعمل ميت مشوار برضو مقلق من الأسعار. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ وان ديزاينات كتير، عايزة برايتي في التفكير. كواليتي الحاجات بالنسبة لي هو الأساس. ريب توصيل في المعاد، أصل ورعنا التزامات. مش لازم ميت محل، إحنا خلاص لقينا لكل حل. هاب فرنيتشر هو الحل. إحنا في هاب فرنيتشر عارفين أهمية كل ده، 15 فرع وأكتر، كمان أونلاين ستور بيقدم لك كل ده. هاب فرنيتشر، الهاب كله. لقاء يحبس الأنفاس، فريقان وفائز واحد. اللقاء الحاسم بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. الترجي للنهائي المرتقب ضد النادي الأهلي بذكريات زمان وذكريات ترجي الأهلي. مواجهة ساخنة وصراع للحفاظ على لقب بطل إفريقيا. الاستوديو التحليلي السبت الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي بشرط ان الاهلي يتمسك بشخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي بكل ما فيها من احترام للمنافس، من تركيز شديد جدا، من عدم الاحتفال باي شيء قبل ما يتم، كمان من تنفيذ كل حاجه يقولها المدرب. لما تحتفظ بشخصيه الاهلي اللي فيها كل هذه العناصر يبقى فعلا ما تخافش على الاهلي. نتمنى ده، لكنه إذا كان الأهلي بيلعب مع الترجي الرياضي التونسي مساء السبت، فبكرة الجمعة إن شاء الله تعالى مواجهة عربية أخرى أهلوية مغربية. رجال الباسكت، رجال كرة السلة في الأهلي مع الفتح الرباط المغربي الساعة 9 مساء الجمعة إن شاء الله تعالى في رواندا، بداية البطولة الأفريقية البال. الأهلي بيتصدر هذه المجموعة اللي هي مجموعة النيل بعد 5 مباريات فاز فيهم من أصل 6 في الجولة الأولى أو الراوند الأولاني اللي اتلعب في القاهرة.
في حال بإذن الله فوز الأهلي على الفتح الرباطي هيواجه الخاسر من مباراة أهلي بنغازي الليبي وكيب تاون، وفي حالة الخسارة هيواجه الفائز منهما، يعني الفائز هيلاعب المهزوم والمهزوم هيلاعب الفائز. نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة البال هتقام من الفترة من بكرة 24 مايو وحتى 1/6. طيب القائمة اللي سافر بيها الأهلي لتونس لرواندا عفوا فيها سيف سمير وعيسى اليونز وكريم حاتم وإيهاب أمين وتوني ميتشل وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر والبرنس علي ومصطفى كيجو وعمر عزب وباتريك جاردن وعمر طارق وسيف قدار هنداوي. دي القائمة اللي سافر بيها أوجست بوش لرواندا. عندنا أستاذ إبراهيم بعض الملاحظات. الأهلي يسافر وحامل اللقب، ولكن المرة دي يعني المنافسات هتبقى قوية جدا جدا، لأن كل الفرق مدعمة نفسها بشكل قوي قوي، فالمنافسة هتكون مختلفة جدا، في حين أن احنا عندنا غيابات مؤثرة أهمها طبعا إصابة عمرو زهران بالصليبي، لكن نتمنى وعندك مؤمن طارق خيري كمان إصابة. ما أنا بقول لك عمرو زهران أنا بيمثل لي دفاعا وهجوما قيمة كبيرة جدا، لأنه أسرع لعيب مصر، واحد من أقواهم بدنيا وأكثرهم حركة، فهو بيفيدك كان دفاعا وهجوما في الكونتر أتاك وفي الدفاع الصلب جدا وفي الستيل أو قطع كرات. ما أنا من كتر الفرجة يا أستاذ إبراهيم دلوقتي على الحاجات دي بقيت واخد بالي من كلام ما كنتش بفهمه في الأول. أي فعمر زهران وطبعا مؤمن مؤثرين، لكن نتمنى للزملاء اللي موجودين كل الخير. طبعا بيغيب كمان لأسباب فنية أحمد مهيب ومروان سرحان، ما هو الاثنين مؤثرين جدا، لكن ربما يكون هو عنده في أماكنهم بعض المحترفين. هو بيفكر الأكثر احتياجا في كل مركز، فطبعا عملية عدم سفر أي حد أو مشاركة أي حد لا تنتقص من طبعا قيمته الفنية. طبعا طبعا مهيب ده كان بينزل يخلص لك الدنيا بالثلاثيات بتاعته. أي كل مباريات وكل بطولة لها ظروفها، لكن البطولة الجاية دي مش عايزة لحظة سرحان واحدة. طيب لا لحظة سرحان ولا مروان سرحان، هنشوف الفرق المشاركة في البطولة. الأهلي ومعاه دوانس السنغالي ومعاه الأهلي الليبي أهلي بنغازي والفتح الرباط المغربي وريفرز هوبرز النيجيري وبترو دي لواندا الأنجولي كيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي والمنستير الرياضي التونسي. تمن فرق مرعبة. أيوة. أي فرق منهم تقدر تكسب البطولة. نتمناها للأهلي إن شاء الله تعالى. ده يمكن الباسكت، لأنه كمان كرة اليد هنيجي عليها بالتفاصيل لاحقا، لأنه بكرة كمان مباراة مهمة للأهلي مع الزمالك، مباراة فاصلة لتحديد بطل دور المحترفين لكرة اليد. المباراة اتقدمت ميعادها بقت الساعة 6 في صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. الأهلي فاز في المباراة الأولى والزمالك خد المباراة الثانية، والمباراة الفاصلة 6 مساء الجمعة. هنيجي عليها بالتفاصيل، هنتكلم في التفصيل لأن طبعا عندي كلام كتير أقول في المباراة. هنيجي بالتفاصيل فيها كتير لأنه كان فيها مهزلة تحكيمية بجد يعني. لكن لا صوت يعلو على صوت يومك يا أهلي على بركة الله تعالى. سبت يوم الأهلي، يوم الأهلي ويوم جمهور النادي الأهلي ويوم وعي جمهور النادي الأهلي ويوم يجب أن يحتفظ فيه النادي الأهلي بشخصيته وبروحه العالية الكبيرة اللي يا ما جابت بطولات ولا طالما احتكم إليها الأهلي فرجحت كفته، روح الفانيلا الحمراء. والفانيلا الحمراء اللي الأهلي هيستعيدها في هذه المباراة، لعب المباراة الأولى في تونس بالفانيلا السودة الفاتحة شوية كفانيلا بديلة، لكن يستعيد الأهلي فانيلته وروحه وقوته إن شاء الله. نشوف هذا التقرير الصوتي. عند دقات الساعة 8 مساء السبت تتجه عيون وقلوب الملايين من الأهلوية صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين العملاق القاهري النادي الأهلي بطل القرن العشرين في إفريقيا ونظيره الترجي التونسي.
الأهلي يدخل اللقاء بحثا عن التتويج باللقب 12 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا بعد أن نجح في العودة بتعادل سلبي أمام غول إفريقيا بملعب رادس. وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الكونغولي جان جاك نادالا حكم الساحة، ويعاونه سورو فاستوني من ليسوتو مساعد أول، والبوركيني سايدو تياما مساعد ثاني، فيما يتولى الجزائري لحلو بن إبراهيم مهمة حكم الفيديو. على الجانب التنظيمي للمباراة، كثف مسؤولو النادي الأهلي من اجتماعاتهم عقب العودة من رادس لخروج المباراة بشكل يليق باسم وسمعة النادي الأهلي. وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقبال بعثة النادي التونسي في مطار القاهرة ردا على الاستقبال الطيب الذي وجدته بعثة النادي الأهلي في تونس، وطلب من المسؤولين في النادي الأهلي تذليل كل العقبات أمام الأشقاء التوانسة في ظل العلاقة الطيبة والتاريخية بين الناديين. كما حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على عقد اجتماعات بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي الناديين الأهلي والترجي التونسي للتنسيق والترتيب لإخراج المباراة النهائية بشكل يليق باسم وسمعة الكرة الإفريقية. وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، وتم إسناد إخراج المباراة لمخرج برتغالي. وزارة الرياضة أيضا كانت حريصة على المشاركة من أجل إنجاح العرس الكروي المنتظر، حيث تأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة النهائي الإفريقي والذي ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والإفريقية، كما اطمأن على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلي من أجل خطف الأميرة السمراء ووضع النجمة 12 على قميص المارد الأحمر الذي يهيمن على القارة الإفريقية بأرقامه القياسية. يعني مش عايزين نؤكد على المؤكد يا استاذ ابراهيم، واهميه المباراه واهميه ان احنا ندرك ان احنا داخلين على منافسه قويه ونهائي غير تقليدي يعني. يا رب جمهورنا يفرح باداء ونتيجه باذن الله، ونكون على موعد يوم جميل باذن الله. طيب الاهلي والترجي ساعة 8 مساء السبت، استاد القاهرة الدولي، طاقم التحكيم الحكم السنغالي أو الكونغو الديمقراطي جان جاك نادالا حكم الصفارة، على تقنية الفيديو الجزائري الحلو إبراهيم. والأهلي يدخلها ساعيا وراء اللقب ال 12 له مع دوري الأبطال، بينما للترجي في البطولة 4 ألقاب. أعتقد كمان أن الفريقين العربيين الكبيرين معا إلى كأس العالم للأندية في أمريكا صيف العام المقبل، الأهلي والترجي وصن داونز والوداد المغربي، الرباعي الممثل لأفريقيا في البطولة العالمية الجديدة في نظامها الجديد. أعتقد فكرة أن الفريقان ضمن مسبقا المشاركة في كأس العالم للأندية ربما يراها البعض مهدئة شوية للدوافع في إحراز لقب البطولة، لكن يبقى دور الأبطال في حد ذاته بطولة مرموقة وهدف مرصود. ما احنا قلنا هدفنا النهاية ايه؟ الألقاب العالمية. ايوه. طول ما انت بتكسب انت موجود في المشهد، في مشهد الصدارة. فليس عليك ان تفرط اطلاقا في هذا الامر يعني. والتفريط معناه ايه؟ ان ابذل واخذ بالاسباب وابذل غاية الجهد والتوفيق من عند الله. مش هنقعد باستمرار نقيم كل شيء بالنتائج فقط. ايوه. يعني اهم حاجه انك تشعر انك عملت اللي عليك قوي. ايوه. وما قصرتش. أيوه. وباذن الله التوفيق يبقى حليفنا باذن الله ان شاء الله تعالى. طيب سمعنا كلام نجوم النادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت، وعرفنا ازاي بيفكر كل واحد منهم، وازاي بيطالب الجماهير، وازاي عنده ثقه في مسانده ودعم جماهير الاهلي ليه. لكن كيف يفكر الاشقاء في الترجي؟ ياسين مرياح نجم الدفاع الترجاوي نسمع كلامه. اكيد باش تكون مباراة صعبة بين احسن زوز فريقين في افريقيا، خاصة النادي الاهلي هذا خامس نهائي على التوالي.
ان شاء الله باش نهبطوا مركزين 100%. مازالوا 90 دقيقه تفصل فريق من الفريقين على البطوله هذه. ان شاء الله تكون من نصيبنا نحن، حضرنا الماتش كما يلزم. اكيد فريق الاهلي فريق كبير امام جماهيره، باش يكون فما شويه ضغط. الترجي عنده من الخبره، الملاعبيه عنده من الخبره وعنده من الثقافه، باش تخرج من الماتش هذا ان شاء الله. اكيد في نهائي دوري ابطال افريقيا كما هكا ما ينجم يكون الحظوظ ديما 50-50، حتى قدام جمهورك يقعد ديما فما خبره نتاع ملاعبيه. ان شاء الله كما قلت ان شاء الله يكون الحظ من نصيبنا نحن، باش نهبطوا مركزين 100%، باش نلعبوا لعبنا ان شاء الله يا ربي تكون من نصيبنا نحن. باش يكون ماتش صعيب الحقيقه ديفونسيفمون اكيد، ان شاء الله نكونوا حاضرين للماتش هذا 100%. اكيد نحن حضرنا الابتدائي تاعي الكل، ماتش مش تعدى سهل، باش نحاولوا نمتصوا الضغط نتاع الفريق المنافس في العشرين دقيقة الأولى. من بعد إن شاء الله باش نحاولوا نجريوا الماتش كوم الفو. الإسبيرونس عندهم بإذن الله من الإكسبيريونس ومن الكونفيونس تاع الملاعبية، يسيرتو معناتها مش بالصدفة خاطر فينال ترجي، دونك إن شاء الله نكونوا حاضرين، إن شاء الله تمشي معنا يا رب. يعني هو تكرار لما سبق رصده من احترام للمنافس والحظوظ يروها 50-50، ويعني احترام لتاريخ الأهلي ومكانته. كل ده جميل جدا. خلونا بقى نفكر في الماتش كماتش، ونقول ان الناس دي جاية مش رامية الفوطة بس. طيب الكلام المهم في كلام ياسين مرياح، تقديره انه لعيبة الأهلي دول بيخوضوا خامس نهائي على التوالي. الحكايه دي عامله تقدير كبير عند الجهاز الفني للترجي، انه دي لعيبه عندها خبره النهائي. مش سهله جدا اي فريق يلعب خمسه نهائي ورا بعض، لانه الكلام على التاريخ ان الاهلي عنده 11 لقب في البطوله هي عبر الاجيال كلها، او الترجي عنده اربع القاب، دول مش بتوع الجيل الحالي. لكن الجيل اللي في الملعب ده معظم افراده بيلعبوا النهائي للمره الخامسه. فدي مسألة في السنوات الأخيرة عاملة تقدير حتى في جنوب أفريقيا. يعني قريت تصريحات للمدير الفني لسان داونز، قال لك خبرة الأهلي كبيرة لأنه عامل رقم مدهش. قال لك مفيش حد بيعمل الرقم ده، أنه يلعب خمسة على التوالي في النهائي. دي مسألة مش بسيطة خالص. عشان كده ياسين مرياح قال لك احنا عارفين خبرات لعيبة الأهلي في هذا الجيل في أرضية الملعب في النهائي، وده اللي بيحمل طبعا الشناوي وزمايله كلهم. أيوة. مسؤوليات كبيره، هكذا يراكم العالم كله، مسؤوليات كبرى. انتوا جيل بين اقدامكم تكسير كل الارقام السابقه. احنا بنعتز ونفخر بجيل ابو تريكا وبركات ووائل جمعه، الجيل الذهبي اللي عمل ارقام قياسيه كبيره في هذه البطوله. لا، فرصه امام كل لاعبي الاهلي في الجيل الحالي يوم السبت ان شاء الله، ان هم بنفسهم اللي كسروا أرقام الكبار أو اللي سبقوهم، وفي ذلك فليتنافس الأهلوية جميعا. شفنا ياسين مرياح وتقديره لخبرات لاعبي النادي الأهلي في خوض النهائي، زميله أسامة بوقرة نشوف باصص أيضا للمشهد إزاي. صحيح، حظوظ متساوية بين أقوى زوز فرق في أفريقيا، زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح، يعرفوا نقاط قوة بعضهم نقاط ضعف بعضهم. نتصور معناه ماتش باش يكون صعيب، نهائي صعيب بالنسبه لنا كترجي، يعني مش تلعب نهائي كونتر فريق كبير الاهلي المصري، خاصه على ارضه وعلى مع جمهوره. نتصور باش يكون ماتش صعيب ان شاء الله، مش نتيجه ايجابيه ومش نتيجه سلبيه. احنا نتعاملوا مع المباراه ان شاء الله كل دقيقه ودقيقه، معناها ان شاء الله نفرحوا جمهورنا الماتش هذا. اكيد فما برشا عناصر خبره في ترجي هذه التونسي، معناها ما غير ما نبقى نسمي في الاسامي باش ما ننساش واحد من الجوارات، عندهم خبره كبيره في الدوري ابطال افريقيا كما النادي الاهلي. هذا علاش زوز فرق يقدروا بعضهم ويعرفوا بعضهم مليح. وبالنسبه للجمهور، الجمهور ديما معنا، ديما وين نمشي ونلقاوه، ان شاء الله نكونوا قد المستوى ان شاء الله. ما نتصورش النادي الاهلي باش يقف على علي معلول ولا على غير علي معلول، نادي كبير ما يقفش على حتى جمهور. ان شاء الله الماتش يكون في مستوى الفريقين ان شاء الله. طيب الزوز يعرفوا بعض كويس،
دي خلاصتها. اه هم لا ان الاثنين كتاب مفتوح، بس الاثنين مركزين على عنصر الخبره قوي. وانا بقول والمتراجع عنده خبره. ما هو الخبره مش بالتكرار، انت بعد شويه الخبره خلاص عندك الخبره. ف احنا نتمنى الثاني وثالث ورابع الالتزام والانضباط والتوفيق ان شاء الله، كل التوفيق. لكنه لو سالتك لو هتعمل روشته لعيبه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي لمدرب النادي الاهلي، اهو انت سالت تمرجي يكتب روشته ماشي. يعني ما فيش لجمهور الاهلي، لا جمهور الاهلي خلاص اتكلمنا معاه واعتقد انه سابقنا. انت تحلى طبعا بالروح الرياضيه وسوف يتحلى بالروح الرياضيه باذن الله. ما تسيبش حاجه تشتتك، ما تقولش واحنا داخلين مش عارف خدوا مني ايه، واحنا داخلين ضايقوني في ايه. خلي اهدافك الاكبر تتجاوز اي حاجات قد يعني تصادف انك انت تعتبرها مضايقات، لان باذن الله مش هيبقى فيه مضايقات. لكن انا عايز اقول على جمهور الاهلي ان احنا يورينا كيف يختلف جمهور الاهلي عن اي جمهور. المؤكد انه كمان معنا على الهاتف من يختلف عن كثير من المتحدثين بكل طلاقة ولباقة تسمعه دائما في كثير من الفضائيات العربية، يجدو بآراء مهمة جدا كتير منها منصف للنادي الاهلي لكن دائما في الموقف المسؤول. الإعلام التونسي الكبير الأستاذ فتحي الموالدي، مساء الخير يا أستاذ فتحي وأهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذ، مرحبا، يشرفني برشا، مرحبا بالأستاذ ضيفك الذي كان يتحدث على الجمهور الأهلاوي، مرحبا بجمهور الأهلي، مرحبا بمصر الحبيبة، مرحبا بكم، شكرا على هذا التقديم وهذا الإطراء. شرفني برشا أن يكون في قناة الأهلي في ليلة مباركة، في ليلة تقريب قبل أقل من 48 ساعة من نهائي استثنائي، نهائي بين نادي القرن وغول إفريقيا. ويشرفني أكثر 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 أن نادي القرن هو الأهلي المصري وغول إفريقيا هو الترجي التونسي، معناها نهائي عربي، نهائي عربي، وأنا فخور بكوني عربي وأنا كأس إفريقيا تتكلم عربي. أستاذ فتحي، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. المهندس عدلي كان بيتكلم في البداية على حفاوة الاستقبال اللي بعثة الأهلي لقيته في تونس ورد المعاملة بالورود من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة في القاهرة. الأهلي والترجي معا، نادي القرن وغول أفريقيا، يزيلان أي حساسية لأي لقاءات عربية كثيرا معانت منها الرياضة العربية. شايف هذه الفرصة السانحة ازاي؟ والله هذا تأكيد وربما نقولها استثناء، لأنه ربما للأمانة العلاقات بين بعض الفرق العربية من بعض البلدان دون ذكر تكون متشنجة. حتى ربما المقابلات في السابق بين الفرق التونسية والفرق المصرية كانت يغلب عليها ساعات طابع التشنج. الان اعطينا درس، احنا راهو الاهلي والترجي اعطوا درس لكل الفرق العربيه، وانه النتائج زائله. انا الاستقبال اللي خاص به الاستاذ حمدي المدب بعثه الاهلي المصري وخاصه لاعبنا الاسطوره محمود الخطيب كان في حجم نادي الأهلي، وكان في حجم صداقة، وكان في حجم اعتباره أنها مقابلة كرة قدم، وأنه عرس، وأنه عرس لازم يكونوا فيه زوز أطراف، ومن حسن حظ زوز أطراف عربية. ردت الأهلي والأستاذ محمود الخطيب الهدية بأغلى منها، باستقبال الأستاذ حمدي المدب رئيس الترجي، ما كانش حاضر لأسباب تعرفوها طبيعة الحال، ممكن يكون بكرة موجود في القاهرة، وفاة شقيقه بطبيعة الحال ما كانش يكون أنا حاضر يومها، ولكن رغم اللي ما هوش رئيس الترجي اللي وصل مع البعثة الرسمية، أحضر سي رياض بن نور،
فمحمود الخطيب كان موجود. احنا نعرف في التقاليد حتى السياسية، عندما يأتي رئيس دولة يستقبله رئيس دولة، وعندما يأتي وزير يستقبله وزير. لكن المرة هذه استثناء رائع، لم يكن رئيس الترجي متواجد لأسباب قاهرة، كان رئيس فرع كرة القدم رياض بن نور، ورغم ذلك كان محمود الخطيب موجود، كان محمود الخطيب موجود بالورود. أحلاها أحلاها الكرة، أحلاها الكرة اللي تقرب بين النوادي، أحلاها الكرة اللي تقرب بين حتى الأحباء. صحيح لمدة 90 دقيقة الأهلي والجمهور الأهلي وفريق الأهلي نحب الانتصار الأهلي، لمدة 90 دقيقة جمهور الترجي يهبل وجمهور الترجي يحب ينتصر، لكن في الأخير يجب أن يكون منتصر وحيد. ولكن الخلاصة أستاذي العزيز وأنه عرس عربي ونحب يكون درس عربي، وأتمنى أنه كما حفاوة الاستقبال حتى رأوا الاستقبال أستاذي العزيز حتى للجماهير المصرية اللي جات لملعب حمادي العقبي برادس، كان جو منعش. انتم تتذكروا العالم الكل شاهد دخل جماهير الترجي والاحترام الكبير للجماهير الأهلوية، وانتم شاهدتوا لاعبي الأهلي كيفاش يصفقوا على الدخلة متاع جماهير الترجي وكل الرموز اللي كانت موجودة. حلاها كرة القدم أستاذي العزيز، هذه كرة القدم اللي نحبوها. وماذا بينا العرس يتم يوم السبت إن شاء الله، يتم بخير واللي يلعب خير ينتصر. أنا تعرف مواقفي، أنا أهلاوي، وأنا قلتها كان تتذكروا في هذا المساء في البيين سبورتس وقت النهائي بين الأهلي والزمالك. أنا اخترت الأهلي وكنت من معشوقي الأهلي، ولكن عندما يكون الأهلي مع الترجي أو مع أي نادي تونسي عادي جدا، وأنه يكون تونسي صحيح. هذا طبيعي طبعا. ولكن هذا لا شيء ينقص من حبي واحترامي، وأنا أقولها دائما هو نادي القرن. وبالتالي أتمنى أستاذي العزيز وأن الجماهير تستمتع، وأن أتمنى وهذه رسالة بالله نحب نوجهها، رأي جماهير الترجي حضرت بأعداد يبدو أنها غفيرة نسبيا، أتمنى أن تدور كل الأمور في حسن بحسن الاستقبال وحفاوة. هذا مش غريب عليكم، راهو هذا بيا جماهير الترجي تكون حاضرة بالأعداد اللي موجودة، وتكون الحفلة حفلة كبيرة، ويكون العرس عرس عربي، واللي يلعب خير واللي حارفوا الحظ، لأنه مقابلة كما هكا. وانتم شفتوا وتعرفوا مستوى الترجي ومستوى الأهلي، مقابلة مثل هذه يصعب جدا التكهن. صحيح 0-0 في تونس هي نتيجة بالمنطق الأولي نقولوا أنها لصالح الفريق الأهلي لأنه لم ينهزم، ولكن 0-0 هي مقابلة فخ، وانتم تعرفوا هذا، ونظرا لتقارب المستويات بين الترجي والأهلي، وبالتالي فإنه نعتبر أن الحظوظ متساوية، ولينتصر من هو الأجدر. أنا أفضل الترجي، أنتم على البلاتو بطبيعة الحال تحبون الأهلي وهذا من حقكم، وأنا من حقي أن أتمنى انتصار الترجي. لكن لو ينتصر الأهلي في الأخير سنقول وأنه كأس إفريقيا مشات لفريق القرن، لنادي القرن، لفريق في الأخير لنادي في الأخير هو نادي عربي. أستاذ فتحي، أنا عدل القيعي زميل أستاذ إبراهيم في برنامج ملك وكتابة، أكرر سعادتنا في استقبال مكالمتك، لأن احنا بنكن لك الحب الذي تقدمه للأهلي بنفس القدر ونفس الدفء يعني، وأؤكد أنك أنت لمست بذكاء نقاط خدتنا أبعد بكثير من حدود البروتوكولات ومن حدود الأشخاص إلى حدود العلاقة بين الكيانات. عندما قلت أن الرئيس النادي يقابل رئيس النادي، مدير النادي يقابل مدير النادي، ولكن حرص الكابتن الخطيب أن يذهب لأنه يقابل كيان الترجي الذي رمزه رئيسه طبعا ولم يتخلف إلا لظروف خارجة،
عن إرادته فكان وكأنه الغائب الحاضر. ولهذا كان حرص النادي الأهلي على أنه يكسر ويعدي هذه المسافة ويؤكد على عمق العلاقة اللي لازم نبني عليها كلنا، لأن الحقيقة هكذا تقدم الرياضة وهكذا يجب أن نخوض المنافسات بشكل نبيل وشريف. نتمنى لك طيب المشاهدة، ونتمنى كل منا يشجع فريقه، ولكن أنا إذا ما أنت قلت أنك أهلاوي فنحن أيضا بعد الأهلي ترجوية. أوه عايشكم محليكم. والله يا رسالة ممتازة جدا. أنا أشوف نعتبرها حفلة. أنا مقابلة الأهلي والترجي ساعة زوز من عرس بتاع إفريقيا، احنا نقول عرس في تونس معناها من القامات الكبيرة. من هذا العالم الكل باش يتفرج فينا، راهو هذا العالم الكل باش يشاهد الترجي والأهلي في ملعب رائع أمام جماهير رائعة يتفرجوا. نحب نوريهم مستوى، رانا الفرق العربية والبلدان العربية عندنا كرة قدم، رانا واجبين الاحترام، تحترمونا، رانا تقدرونا، رانا نعرف ننظم نهائيات، رانا نعرف حتى من ينتصر من ينهزم يهني المنتصر، ومن ينتصر يقبل المنهزم ويقول له هارد لك. حبوا نعطيه درس. احنا انا اكثر، والله اكثر، انا تعرفوني مانيش متعصب اطلاقا، انه نحب نعطي درس. انا ماذا بيا النهائي الاستثنائي، هل النهائي الحلم بين الترجي والاهلي اللي هو مش الاول، ولكن لما يجي هذا النهائي يعطي نكهه اخرى. والله نوليو نتفرجوا كعرب في كاس افريقيا بطريقه اخرى. احنا ما عادش باش نتفرجوا في نهائي، احنا باش نعيشوا نهائي بين الترجي والاهلي. الاهلي راهو عنده حب وتقدير شيء كبير، لانه الاهلي فرض هذا الحب، فرض هذا التقدير. لا يمكن للانسان يفهم كرة قدم او يعرف تاريخ كرة قدم ان لا يحب الاهلي، وهذه قلتها من كل عام. انا ما تنجمش ما تحبش الاهلي وقت اللي تعرف تاريخه وانجازاته ومدى. انا جيت للقاهرة، انا حضرت في نهائي النادي الصفاقسي ولا النادي الاهلي، وحضرت في نهائي النجم الساحلي ونادي الاهلي في القاهرة بالذات مرتين، وعملنا بلاتوات من القاهرة بالذات، ولمست بأعجوبة الحقيقة وبإعجاب، مش بأعجوبة، بإعجاب مدى شعبية نادي الأهلي في القاهرة. شيء رهيب، وتحدثت عنه، قلت القاهرة أصبحت حمراء لأنه نادي الأهلي هو القاهرة. وهذا أقوله بمعاينة، لأنه نادي الأهلي فعلا، نادي الأهلي عندكم أهرامات، هذا هرم جديد عندكم وانتم تفتخروا به، لانه الهرم نتاع النادي الاهلي ما بقاش في مصر، هو ولا عنده اشعاع للعالم العربي الكل، بل في العالم الكل. النادي الاهلي نحبه برشا، نحترمه برشا، ما سمحني بالكلمه نقولها لك، ماذا بيا نربحوا نهار السبت، وماذا بيا الترجي يهز كاس افريقيا نهار السبت. يعطيكم الصحه. استاذ فتحي، لو سالتك عن الميزان الفني للمباراه، كيف ترى فرص الفريقين من الناحيه الفنيه في لقاء اخوي استثنائي زي ما تصف؟ شوف، فما فرق كبير بين الترجي والاهلي، فرق لا على مستوى معناها مستوى زوج فرق فنيا، لكن الفريق النادي الاهلي فريق عنده تجربه كبيره ياسر، فريق ناضج جدا، الملاعبيه نتاعو مستنسين بالتتويجات، الملاعبيه نتاعو يعرفوا افريقيا. أنا نعرف نادي الأهلي، خاف على نادي الأهلي كان في دوري المجموعات، لكن نادي الأهلي وقت نمر من دور المجموعات إلى الأقصائيات المباشرة، وكأنك تهز فريق وتحط فريق، يولي فريق آخر، لأنه فريق كأس، فريق تتويجات، عنده الثقافة هذه. فريق الترجي عنده ثقافة التتويجات، ولكن فريق الترجي فما برشا لاعبين جدد، فما برشا لاعبين اللي يلعبوا اليوم يوم السبت في الدور النهائي عمرهم ما لعبوا نهائي افريقي، عمرهم ما شاركوا حتى في كاس افريقيا اطلاقا. دونك انا ذاك علاش نقول بين التجربه، بين النضج، بين التاريخ، بين الرصانه، وبين الطموح، وبين الشباب. الفريق الاهلي الصوت
طب هنعود الاتصال تاني بالاستاذ فتحي المولدي. الاستاذ فتحي بيتكلم الراجل بكل هذا الحب والتقدير عن النادي الاهلي. لا ما احنا متابعينه. ايوه. حبه للاهلي يعني كان يسبق هذه المداخله بكثير يعني. ودايما كنا نحب نسمع اراءه يعني. تقديره واضح للنادي الاهلي وتقييمه الفني ايضا عن قناعه ورؤيه فنيه يعني. ولكن في الاخر هو قال لك بين الخبره والطموح. قد يكون الطموح بيدي دوافع ما انتش قادر تتخيلها. ايوه. لذلك انا ارى ان نؤجل كلنا توقعاتنا الى ما بعد نهايه هذه المباراه. يعني عايز تتوقع بعد المباراه؟ عايز اتوقع بعد المباراه. طيب استاذ فتحي اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. اي انقطع الخط ان شاء الله ما ينقطعش يوم المقابله. ولا ينقطع الود ابدا. ما ينقطعش الود. قلت في كلمه في كلمه الاهلي التجربه، الاهلي النضج، الترجي الطموح، الترجي الشباب. نادي الاهلي مستانس بالتتويجات في الترجي عن جيل جديد يحب يبدا المسيره نتاعه بالتتويجات بمستوى متقارب. نعرف احنا اللاعبين العرب استاذي العزيز، لاعبين العرب معناها تونس ومغاربه والجزيريه ومصاروه تقريبا عندهم نفس البروفايل، نفس التركيبه الجسمانيه، نفس العقليه، وبالتالي ديما المستوى يبدا متقارب بطبيعه الحال. فما النضج نتاع الفريق الاهلاوي، فما تاريخ الفريق الاهلاوي، فما التتويجات نتاع الفريق الاهلاوي اللي ما يغيبش برشا الفريق الاهلاوي على التتويجات، فما جيل جديد من الترجي الرياضي التونسي نتمنى انه يبدا المسيره نتاعو بهذا التتويج. ان شاء الله. وكنا نتمنى ان انت تكون موجود كمان النهائي ده في القاهره، لكن نتمنى ان انت تتواجد لاحقا باذن الله. انا اتواجد دائما، كلما تطلبني قناه الاهلي انا موجود. ان شاء الله موجود دايما، ونسعد بيك وبرؤيتك وبنضجك وثقافتك الواسعه الحقيقه. واهلا بيك ضيفا جميلا محترما على ملك وكتابه، ونلتقي على خير باذن الله. يعطيكم الصحه، شرفتوني برشا، وان شاء الله نتقابلوا ربما في قناه الاهلي، نجي ضيف بحضركم. يا ريت يا ريت. ده البيت بيتك. البيت بيتك طبعا. عايزكم شكرا. ان شاء الله حظ سعيد للجميع، ان شاء الله العرس يكون عرس عربي كما انا نتخيلوا، ان شاء الله تكون حفله كبيره، وان شاء الله اللي يلعب خير ينتصر ان شاء الله. شكرا جزيلا للاعلام التونسي الكبير الاستاذ فتحي المولدي، واعتقد شيء رائع جدا الكلام بهذا الدفء وهذا الصدق، حتى بيشيل التوتر. بيشيل التوتر ويشيل انك انت يعني معظم اللي بيخافوا من النتائج السلبيه بيخافوا من تداعيات التوتر والشماته والشعور شعور بشع غير انساني. صحيح. على الشماته. صحيح. ده صحيح. فلما تكون الدنيا كده هتلاقي الرياضه بتصلح من طبيعتنا الانسانيه. والله يا استاذ ابراهيم وهكذا الهدف منها. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف آراء تانية كمان مهمة قوي. ما تخافش على الأهلي. كريم قبل ما تنزل النهارده تقولي اعمل لك اكل ايه؟ عشان انا زهقت. وما تقوليش اعملي اي حاجه دي، انت فاهم؟ وبعدين كلمه اعملي اي حاجه دي معناها ان انت مستخسر تديني دقيقه واحده من حياتك. انا تعبت يا كريم، تعبت. اللي يغسلك طياره، مراوح كاسل، اقوى مراوح في مصر، موتور نحاس بقوه 1500 لفه في الدقيقه، تاتش كنترول رغم قوتها بتشتغل بكل هدوء. مراوح كاسل، هنا العاصفه.
كلامنا اول كوبايه لبتون. صباح الخير. صباح الفل. وكوبايه في الثانيه الحكاوي تكتر. لطفي لطفي. كريم كريم. طيب نستأذن احنا لسه في دون شاي كمان. هو ده الكلام. اذا كان كده بقى معلقه سكر زي اللي فات. ما هو لبتون بلونه وطعمه الغني مع كل تكه معلقه يظبط لك الكلام. الله. لبتون بيظبط الكلام. يا عيني عليك يا بسوكه. انا جاي اخد كوش جامد بس مقرش، كل اللي جاي حلو كل اللي جاي فريش. انا جاي سخن نار وسريع الانتشار، عندي ملوك السعاده كل اللي جاي دمار. بسوكه 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 طاير وفرد جناحي، تشوفني في كل النواحي، اطلع لك من كل حته وليل ونهار تلاقيني صاحي. انا جاي ونفسي رايحه وكل الشله معايا رايحه، وبموت انا في الكريسبي لو غرقان في جبنه سايحه. بزوكا 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 عمل كل حاجه، ده اللي مدلع الدجاجه، عمل اجمل سر خلطه وكسر عقده الخواجه. احنا فرغنا مدلعينها ايه، الجبنه مغرقينها ايه، بزوكا هو السيطره خلصه معانا مخلصينها. عايزه احلى اوضه نوم واختيارات في الليفنج روم. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ مش عايز اعمل ميت مشوار برضو مقلق من الاسعار. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ وان ديزاينات كتير، عايزه فرايتي في التفكير. كواليتي الحاجات بالنسبه لي هو الاساس. ري توصيل في الميعاد، اصل ورانا التزامات. مش لازم ميت محل، احنا خلاص لقينا لكل حل. هاب فرنتشر هو الحل. احنا في هاب فرنتشر عارفين اهمية كل ده، 15 فرع واكتر، كمان اونلاين ستور بيقدم لك كل ده. هاب فرنتشر، الهاب كله. لا محمود، ما هو مش هينفع ابقى متابع مع العميل كل ده وتيجي تمضي معاه الجاهز. يا ابني افهم، نشفت ريقي. طب اقفل يا محمود. سلام. يرضيك كده سقه؟ لا ما هي دي مش اخلاق فرسان بصراحه. انا شرحت له بقى وهو حر، هعمل ايه؟ بقول لك يا ابو السقسيق، ما تجيب كوبايه ميه حلوه من عندك كده. لا فتره ايه، انا عايزها ساقعه مشبره عشان ابلع الكلام ده. ايوه انا محتاج اهدى فعلا. ماشي اعمل لي شاي. ايوه يا صلاح، هاكل اي حاجه كده وانزل لك. ايه ثانيه يا صلاح، بكلم الساقه. الفنان ايه، انت مش فاهم حاجه؟ عندك اكل بجد؟ الله عليك يا ساقه جامد، وكمان عصير. ساقه طلع شايل لي اكل وعصير اصلا. يعني انت مش نازل؟ سلام يا صلاح. تعرف يا ساقه، انت اجدع من كل اللي اعرفهم في حياتي، عمرك ما قلت لي على حاجه. لا مبرد مياه كسل، اقوى مبرد في مصر، بيتلج ويغلي 5 لتر في الساعه، بيوفر في الكهرباء وبتلاجه لحفظ الاكل. مبرد مياه كسل، ما اسموش سقه وما بيقولش لا. الاهلي في مواجهه الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. الاستوديو التحليلي الاقوى مع الكابتن ايمن شوقي. الاستوديو التحليلي السبت الساعه 6 مساء على قناه الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا. ازاي تخاف على الاهلي
والرأي التونسي من الأستاذ فتح المولدي يقول لك ده هرم من الأهرامات الكبيرة، ده ملهم لنا كعرب كلنا. الأهلي ما عادش تجاوز المباراة، هو الأهلي تجاوز حدود الإقليمية أو المحلية بتاعته، أصبح نموذج عالمي كبير كما يراه الأشقاء، وشفنا النموذج من تونس عامل إزاي. الحقيقة كمان في الداخل كثير من نجوم نادي الزمالك الكبار عندهم التقدير الكبير للنادي الأهلي ومكانته، سيبكم من كل حاجات صغيرة، لكن يبقى نجوم الكرة الكبار نفسهم عارفين كويس قوي قيمة الأهلي. دول ما عندهمش نواقص يا أستاذ إبراهيم، لأن دول ما عندهمش أي نواقص وعندهم رياضة حقيقية كمفهوم. واحد من دول الكابتن فاروق جعفر، نشوف رأيه. بوقت النادي الأهلي أمام الترجي، النادي الأهلي تعادل 0-0، ودايما بتبقى نتيجة 0-0 دي بتبقى نتيجة خادعة شوية. النادي الأهلي يتعامل إزاي مع المباراة القادمة؟ اولا النادي الاهلي المباراه اللي فاتت قدم مباراه بشكل كويس، انا اختلف مع اي واحد ان هو يقول النادي الاهلي ما اداش، لا النادي الاهلي ولو عايزه خدهم المباراه صحيح، يعني ما دخلش فيه هدف. واي واحد بيقعد يفكر ان الدفاع شوبير صغير، لا النادي الاهلي تكتيكيا ادى بشكل كويس جدا صحيح، هو اللي حافظ على نفسه، ما فيش حاجات راحت خطو او هجمات فيها خطوره على مرمى شوبير. النادي الاهلي كان بيأدي بشكل كويس جدا، استحواذه في نص الملعب، وصل للمرمى اكتر من مره طحيح. الملعب كان النادي الاهلي اكبر من الترجي ان هو يفتح الملعب أي. ولو هو بيرسي تاو لو في حالته او حسين شحات في حالته كان الاهلي كسب. ولكن انت بتتكلم على على على, على النادي الاهلي، النادي صحيح. الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا، والنادي الاهلي على فكره راضي على تحقيق البطوله يا كابتن. نعم راضي على تحقيق البطوله. الاهلي هياخد البطوله، هياخد البطوله. الاهلي هياخد البطوله بغض النظر عن اي حاجه. طالما بص النادي الاهلي خد السنه اللي فاتت البطوله في المغرب ايوه، خد وانت كل الناس ماشيه من وكل الناس بتتفرج على المباراه، النادي الاهلي مش هياخد البطوله. الوداد وعامل هنا نتيجه ايجابيه متعادل، والنادي الاهلي رايح هناك، فالناس كلها بتقول النادي الاهلي مش هياخد بطوله. لا يا كابتن، اللعيبه اللي عندها خبرات، اللعيبه اللي عندها نظام، اللعيبه اللي عندها دوافع، اللعيبه اللي هي انتشارها جيد في الملعب. الاهلي اجاد في تونس وعرف يطلع بالتعادل، وهو اللي اكبر الوداد الترجع على اللعب بالطريقه دي، ده راي الكابتن فاروق جعفر. كمان الكابتن حسن شحاته في الوقوف مع الاهلي هيبقى ازاي نشوفه. تهنئه النهارده مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الزمالك شايفها ازاي؟ احنا النادي الاهلي من غير ما سوري في الكلمه يعني من غير ما يبعت التهنئه دي، جماهير الزمالك هتبقى واحنا هتبقى هنبقى واقفين مع النادي الاهلي صحيح. في المباراه اللي جايه في السبت الجاي ان شاء الله. يعني احنا طبعا عاوزين احنا ممكن ناخد البطوله، وبعدين بعد كده هتتلعب السوبر المحلي بقى كابتن فاروق، السوبر الافريقي الافريقي المحلي برضو يعني بين الزمالك والاهلي ان شاء الله. فعشان كده بقول ان هو النهارده البرقيه دي لها رد فعل، رد فعل جماهير الزمالك ورد فعل للنادي الاهلي لنادي الزمالك ومجلس ادارته ولاعيبته وبتاع، ان هم يبقوا دايما ساندين النادي الاهلي. عشان كده بقول لك ان هي تهنئه، والنادي الاهلي متعود على كده، خد بالك يعني النادي الاهلي ما بيسيبش حته الا لما يكون بيفكر فيها صحيح. اللي هي ايه؟ انها نادي الزمالك، فالنهارده فاز وانا عندي الماتش الجاي الاسبوع الجاي فبديله بسبق صح ان هو ان شاء الله كل جماهير الزمالك تبقى واقفه مع النادي، جماهير النادي الاهلي صحيح. والمعلم حسن شحاته شايف انه من غير تهنئه كان لازم الزمالكويه هيكونوا واقفين مع الاهلاويه، ويراها الكابتن حسن شحاته انه المفروض ان ده يكون طبيعي، ثالث المحترمين والمنصف دائما الكابتن حلمي طولان، نشوف. بس انت بتقول ان شاء الله الاهلي يكسب، انت عايز الاهلي يكسب يوم السبت؟ طبعا، امال ايه؟ وده فيها كلام من قلبك طبعا طبعا. وباني ده بس بالعاطفه، ولا انت شايف فنيا الاهلي احق؟ لا الاهلي احق فنيا. يعني الاهلي والترجي لو قلنا 100% المجموع ده كام في المية وده كام فنيا؟ الاهلي مش اقل من 80%. ياه. طبعا هقول لك ليه. الاهلي يستطيع التحكم سواء في النتيجة سواء خارجيا أو داخليا، وهتشوف الكلام ده. الأهلي بيعرف يعني بيعرف يوصل للهدف بتاعه،
بال حضرتك ده تمرس يا كابتن وخبرات وكده، خبرات وتاريخ ولعيبه وقدرات لعيبه وقدرات اداره واستقرار اداري ومؤسسيه في الاداره. لا حاجات كتير يعني حضرتك بتراهن على ده. بس انت كده يا كابتن حلمي مع تقدير يعني، انت عارف انت حبيبي قد ايه، انت بتزنق نفسك. لا لا النادي الاهلي والزمالك هيلعبوا كده السوبر افريقي ان شاء الله. حلو جدا جدا، ده اتمنى يعني الاثنين يلعبوا السوبر والاثنين هتعلن وقتها، هتعلن وقتها ياخد له قرشين. اه والله يعني الثلاثه من رموز الزمالك المحترمه جدا اللي فاهمين جدا اللي كلمتهم ليها تقلها يعني، والثلاثه متجاوزين كل مشاعر المشاعر المرضية اللي هي بتاخدنا في نطاق ضيق من التقييم للآخر يعني. كابتن فاروق جعفر مدي للأهلي حقه الفني تماما في اللي فات، ماتش اللي فات وفي اللي جاي. الكابتن حسن شحاتة يرى ان الأهلي اتعامل برقي وذكاء في تهنئته لنادي الزمالك، رغم انه كسب من وراء هذه التهنئه مجموعه من الناس الكبيره جدا اللي عايزه ترد هذا التصرف الراقي للنادي الاهلي من جماهير الزمالك والمنتمين اليه، لكن بيقول حتى من غير هذه التهنئه ده وضع طبيعي ان الكره المصريه عايزه الاثنين يكسبوا، وجماهير مصر اللي هي يعني جماهير الاهلي والزمالك بتكون حاجه و90% من الجماهير المصريه اللي يسعدوا وكل فرقه تاخد لها قرشين، قال كده يعني كويسين يعني. ارض ايضا رؤيه ومشاعر. الكابتن بقى حلم طولان ده بيجيبها وش. طبعا طبعا اتمنى ومن قلبي ان الاهلي يكسب، وهو اقدر من وجهه نظره طبقا للتقييمات الفنيه بتاعته، ولكن ايضا كان استرسل بعد كده وعرج على تهنئه الاهلي وازاي قد ايه التصرف راقي ومشرف وبيعطي للرياضه رونقها، وبيامل ان يستمر الوضع على هذا النمط. طيب دي ممكن اعتبارها روشته زملكاويه ثلاثيه الابعاد من نجوم ثلاثه كبار شايفين مباراة الأهلي والترجي إزاي، لكن كمان رؤية أهلوية من نجوم ثلاثة أيضا سابقين الكابتن ضياء السيد كيف يرى مباراة الأهلي والترجي. طيب بقى للأهلي طبعا طريقة اللعبة هتتغير في العودة. اه طبعا هنعلى شوية هنزق اللي قدام شوية على الأقل 20 30 ياردة، هيبقى في ضغط عالي طريقة كولر بيلعبها دايما على ملعبنا. وان شاء الله ربنا يكرمنا في الباص، انه بحيث ان احنا الباص معظمه يبقى سليم، والتهديف الفرص اللي هتيجي لان هتبقى صعبه لان هم بيدافعوا كويس. يعني انت شفت حتى هم متراجعين حتى في تونس بشكل كبير. مظبوط، الراجل بيشدد على ده وهو مش قلقان، ولا مش قلقان لان هو جرب ده في 5 ماتشات ولا 6 ماتشات ووصلته فاينل، وهو حتى مش احسن حاجه يعني. بالظبط، لكن بالطريقه اللي هو بيعملها ويصر عليها واللعيبه بتنفذها كويس، اللي هي الطريقه الدفاعيه. طب كابتن ضياء متفائل في العوده ان شاء الله؟ ان شاء الله بامر الله، بامر الله متفائل، لكن الماتش صعب. تمام، محتاج تركيز برضه، محتاج لحد يوم السبت الماتش صعب، محتاج تركيز جدا خصوصا في النواحي الدفاعيه. تمام، بس انا من بدري تفتكر ان هتوسع الملعب وهتبقى فيه هجمات مرتده، فلازم جدا الناس تبقى مصحصحه بشكل كبير، وانا عارف انه ماتش النهائي مش محتاجه التعليمات دي، لكن دايما احنا بنقولها يعني. تمام، الماتش صعب، روشته فنيه طبعا، والملعب وتوسع الملعب والتوازن بين الدفاع والهجوم، ما تعرضش نفسك للخطوره وما تتراجعش، كلام يعني مش عايز اقول سهل انك تقوله قبل المباريات، لكن انك تتحفظ وتتعامل برضه مع اي مفاجاه تحصل تكتيكيا من المنافس، هي عايزه يقظه مش اكتر من كده والتزام،
من اللعيبه ومحدش يدخر نقطه عرق ولازم وكانها اخر مباراه لكل واحد فيهم. لان دي تاريخ هيكتب يا شباب، اللي هيتكتب عليكم بعد هذه المباراه ما اتكتبش على جيل قبلكم. اللي هيتكتب عليكم بعد هذه المباراه ما اتكتبش على جيل قبلكم. واحد من الجيل اللي قبلهم احمد كشري مهاجم الاهلي، نشوف باصص للمباراه ازاي. مباراه الترجي القادمه للنادي الاهلي شايفها ازاي يا كابتن؟ لا هي مباراه صعبه طبعا. والنتيجه اللي انت جاي بيها من هناك رغم ان هي نتيجه تخدم النادي الاهلي شويه الا ان هي نتيجه خطيره جدا. الترجي لو جاب جون انت عايز تجيب قدامه مقابل هدف هدفين. فريق الترجي بيعرف يدافع كويس قوي، بيشتغل على الكور الثابته، وعمل كده في ملعبه وان كان ما كانش مميز قوي في ملعبه في هجوميا عن النادي الاهلي، لكن لما الوقت يحتاج هنا ان هو هيبقى عايز يجازف او يلعب على الجون هيبقى خطر لانه عنده اطوال. فانا احذر النادي الاهلي من الكور الثابته. المباراه دي مباراه صعبه، الاهلي لو عايز يفوز بيها لازم يسجل بدري او على الاقل الشوط الاول وما يتراجعش، ضروري انك تجيب هدف وتحاول ان انت تامن بهدف تاني. لكن كولر عجبني المباراه الاولى انه بيلعب متوازن جدا مش مستعجل. النتيجه تقريبا يعني جيده للنادي الاهلي طبعا، لكن هنا انت محتاج تفوز فلازم تلعب بتوازن، لازم تدافع كويس قوي الاول، تبقى واقف كويس، تضغط من بدايه المباراه عشان تفنش المباراه على الترجي. محتاج جدا لعيبه النادي الاهلي ان هم يبقوا هادين، لكن النادي الاهلي عنده ميزه ان خبرات لعيبته كبيره في الجزء الامامي، حسين الشحات، بيرستاو، وسام لعيب كويس جدا. اعتقد ان المباراه دي هيبقى يعني فيها هجوم اكتر شويه عن المباراه اللي فاتت، لان الراجل زي ما قلت لك لعب بتوازن. لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على انه يفوز، مع الحرص او مع التنبيه ان انت ما تتراجعش على فريق الترجي، ما تدهوش مساحه ان هو صح يلعب عليك كور ثابته. يتفق ايضا مع كابتن ضياء على صعوبه المباراه مع الاختلاف في بعض التفاصيل، ولكن الاثنين شايفين المباراه صعبه وهي صعبه. يا استاذ ابراهيم، علينا الا نغفل نقطه لازم الناس تفهمها. الترجي ده اخر سنه ونص او سنه ملاعب صن داونز اربع مرات، كسب ثلاثه. كسب ثلاثه. فالنقطه دي لو عنده تنظيم دفاعي ما هو مش يعني مع سيمبا، مع اسك، مع صن داونز ما بيتسجلش فيه اهداف. يا ده معناه ايه؟ خلينا في الناس اللي عماله تقول احسن فرقه صن داونز. هو لعيبه ثلاث مرات، خسر مره هناك وكسب ثلاثه. يعني بيعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه، مش مساله مستويات. يعني صن داونز كان كعبه اعلى، لكن النتيجه ايه؟ خسر رايح جاي. ايوه، هذه رساله تحذير واستفاقه لنا كلنا، ما نحتفلش الا بعد. عشان كده كلام كشري مهم جدا الكابتن احمد كشري، انه الخروج من ده ايه؟ انك لازم أن تسجل، ويفضل ان انت تسجل بدري، ويفضل ان انت تغطي الهدف بتاعك. اللعب الهجومي بتوازن وتركيز ده مهم جدا جدا جدا. اعتقد نتيجة 0-0 زي ما كشري قال، نتيجة تبقي كل الفرص مفتوحة وكل الاحتمالات قائمة. يخرج منها الاهلي ازاي؟ انه لازم باذن الله تعالى يبدأ بالتسجيل ويحافظ على تسجيله ويعززه باذن الله. دي رؤية الكابتن احمد كشري بعد رؤية الكابتن ضياء السيد، والاثنين شايفين المباراة أنا صعبة. انا بقى رؤيتي ما يخشش فيه جول. انت لو بدات بالتسجيل وهو مسجله يا استاذ ابراهيم، فكره الجون المباشر اصل دي كلاسيكيات بتاع زمان. الناس دايما تتكلم ايه؟ حلو انك ترجع بتعادل، على الفكره بتاع زمان انك انت تلعب بره غالبا بتخسر، وتبقى قابل ان انت لو خسرت 1-0 دي نتيجه طيبه. ما بقاش كده الوضع. الوضع ما بقاش كده، الفرق كلها بتسعى انها تفوز خارج ارضها. فنتمنى الاهلي يعني الا يدخل مرمى اولا هدف، وان يستطيع ان يحرز اهداف. ده كلام المهندس عدلي بعد كشري وضياء السيد،
واحد من النجوم الجيل الأخير اللي عمل إنجازات كبيرة مع الأهلي كابتن سعد سمير، نشوف رأيه. إن شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الأهلي، مباراة مهمة ومباراة صعبة، بطولة دوري أبطال أفريقيا نهائي، خلص شوط في رادس، الشوط الثاني في القاهرة. إن شاء الله كل الدعم وكل التوفيق للنادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي. ماتش صعب، ماتش محتاج تركيز ومحتاج مجهود ومحتاج صبر علشان ربنا كرمنا وناخد البطولة الـ 12 إن شاء الله بإذن الله. بيبقى طبعا في المعسكر أجواء كلها تركيز، أجواء كلها تحضير للماتش، أجواء كلها كل واحد بيحاول يجهز السيناريو اللي هيشتغل في الماتش، سواء المدير الفني سواء مدير الكورة سواء اللعيبة الكبيرة. الكلام عن أهمية البطولات، أهمية المكسب، تأثير البطولة دي بالإيجاب وبالسلب على النادي وعلى الفريق، فكل دي بتبقى حاجات مهمة في التحضير للمباراة. لكن في نفس الوقت زي ما انت قلت الشناوي كابتن وقائد كبير وعمود أساسي من عمدان أوضة اللبس في النادي الأهلي، فعليه دور كبير الفترة دي في تجهيز اللعيبة. لكن في ميزة في النادي الأهلي موجودة، ان المجموعة اللي موجودة دي 5 نهائيات، الفترة اللي فاتت كسبوا بطولات كتير، تواجدوا في كأس عالم الأندية، تواجدوا في بطولات كتير أفريقية ونهائيات كتيرة، فعندهم من الخبرات اللي يقدروا يتعاملوا معها مع الموقف، فما عندناش قلق في النقطه دي. فنتمنى لهم التوفيق وبهدوء ان شاء الله، وربنا يكرمهم ويقدروا يديروا المباراه بشكل كويس ويقدروا يوصلوا للحلم وهو البطوله ان شاء الله. هو دعم اكتر منه تواصل، يعني تمنيات بالتوفيق وبالدعاء، والفرقه قافله على نفسها بشكل كويس، فربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله. يعني الناس اللي جوه الجيم وجوه الماتش وجوه الفرقه في الوقت ده بيبقى هم عارفين هم رايحين فين وعارفين مركزين ازاي وعارفين يوصلوا النقطه اللي هم عايزينها ازاي يعني. فكل تمنياتها لهم بالدعم والتوفيق. طبعا الاغلى نهائي القرن وصفاقسه ابو تريكه، يعني الاغلى بالنسبه لي بطوله 2012 ونهائي القرن. يعني بتمنى لهم التوفيق وربنا معاكم وجمهور الاهلي وجمهور مصر كلهم وراكم ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم التوفيق وتشيلوا الكاس وتفرحوا مصر كلها ان شاء الله باذن الله. كابتن سعد سمير يا استاذ ابراهيم نموذج لابن تربى في النادي الاهلي في الثقافه والرؤيه والشخصيه والوضوح والكلام المباشر، نقل تجربته كلاعب بقى وكأنه يعني بدخلنا فيه كواليس اوضه اللبس وما اجواء اللعيبه مع بعضها ومع جهاز الفني قبل المباراه، هي ما بتختلفش، كل الاجيال تتحدث بنفس الثقافه وبنفس المنطق وبنفس الاهتمام. ويعني اشاطره الراي اننا عندما نتحدث عن نتائج نتحدث عن امنيات وليس تنبؤات. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مؤكد ان كل واحد بيقول انطباعه وكل واحد بيقول رؤيته، لكن الملعب تبقى له الكلمه، وفي الملعب باذن الله تعالى يحتفظ لاعبه الاهلي باللياقه الذهنيه العاليه، بتركيزهم الشديد، بالروح العاليه، لاسعاد كل الجماهير اللي من المؤكد انها هتملا استاد القاهره عن اخره، والملايين امام الشاشات يدعو لهم باذن الله. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شايفين المباراه بتحظى باهتمام كبير قوي على فكره، مش الرياضيين بس، حتى نجوم الفن في كل مناسبه الكل بيتكلم، الاهلي والترجي، حتى اللي احتفلوا للزمالك بالفوز على نهضه بركان واحراز الكونفدراليه كان ايضا بيشغلهم قبل ما بيكلموا ويباركوا الاهلي ان شاء الله يكسب. واحد من النجوم دول كمان اللي عبروا عن تمنياتهم للاهلي امام الترجي، الفنان احمد السقا، نشوف. اوجه تهنئه شديده جدا جدا على النتيجه اللي حققها النادي الاهلي المصري مع الترجي. صحيح. وهي نتيجه ايجابيه بنسبه 95%، وان شاء الله كلنا ثقه في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا لنا البطوله بامر الله ان شاء الله على ارض مصر، وان شاء الله يفرحوا الجمهور المصري. انا عام بالكره المصريه بشكل عام، يعني هي بتفرض نفسها. صحيح. على البطولات اللي موجوده دلوقتي، البطولات الافريقيه، ودي حاجه تشرفنا وتشرف مصر، وبتثبت ان احنا دايما في حته ثانيه يعني بامر الله. يعني طبعا كتر خيره، فنان زملكاوي بيتمنى الخير للاهلي، روح رياضيه طيبه. طبعا هو بالغ طبعا في حته النتيجه وبتاع ده، لانه هو مش هيقدر يحس بالمشاعر بتاعه قلق المحب اللي موجوده عندنا قوي دي، لكن اشكره على مشاعره الطيبه والنموذج اللي احنا عايزينه يتفشى في الوقت الحاضر. يعني طيب يومك يا اهلي على بركه الله ان شاء الله تعالى، بكل التركيز بالحفاظ على شخصيه الاهلي، التزام جماهير النادي الاهلي لازم يبقى لنا كلام، لانه
حضور الجماهير بكثافة وغزارة ده أمر منتهي منه. من المؤكد أنه لا موضع لقدم الجملة بتاعت زمان، أنك مش هتلاقي مكان خرم إبرة في الاستاد، ده من المؤكد. لكن والخرم وإبرة خارج الاستاد عشان جمهورنا بإذن الله تعالى يحضر ويستمتع ويدعم فرقته، وبإذن الله تعالى يفرح مع فرقته، وكل واحد يروح لبيته سالم آمن فرحان بإذن الله تعالى. المسألة ديت محتاجة كل واحد يروح للاستاد يروح بوعيه والتزامه. الخروج عن أي نظام أو أي تعليمات هيعرض مؤكد صاحبها المسائل مشاكل قانونية. ما نتمنهوش لأي حد من ولادنا ومن جماهيرنا اللي هتبقى موجودة. نفسنا كله يحضر بوعيه، يحضر بحماسته، يحضر بإذن الله تعالى بكل مشاعره مع الأهلي، وينبسط مع الأهلي ويسعد مع الأهلي ويدعم الأهلي إن هو الأهلي يكسب، ويروح فرحان آمن سالم. تركيزه في حاجة واحدة، أنا رايح هدفي الأساسي دعم الأهلي ودعم اللاعبين وأكسبهم الثقة. مفيش حاجة تانية تشغلني، مفيش حاجة تانية تستدرجني لأي مشهد جانبي. إحنا عندنا حاجة وتسعين دقيقة عايزين نستثمرهم لصالح النادي الأهلي. من المؤكد أن الجمهور من أول ما هيروح الاستاد رايح علشان الأهلي. التعليمات الأمنية اللي فيها سلامة الجمهور وحفظ النظام داخل الملعب مؤكد أن الكل حفظها، والكل بقت الناس عارفة إيه الممنوعات وإيه المحظورات وإيه اللي مسموح بيه. خلينا نكون حريصين جدا على أن احنا نحافظ على نفسينا قبل ما نحافظ على أي حاجة تانية. بتحافظ على نفسك وعلى سلامتك وعلى أمنك وعلى أمانك وعلى تشجيعك للأهلي ومساندتك ليه. أعتقد كل ده سهل جدا بشيء من الوعي وشيء من تنفيذ التعليمات. في تعليمات أمنية للحفاظ على سلامة كل العناصر اللي موجودة داخل الملعب، وأهمهم الجمهور لأن هو العنصر الأكثرية. فالأمان والسلامة للجمهور أولا من أي مشكلة تحصل. بإذن الله تعالى بالوعي والحرص والأمان والالتزام بالتنفيذ التعليمات، الجمهور يلقى المعاملة الكريمة اللائقة من المنظمين على بوابات الدخول. من المؤكد هتبقى في إجراءات كتيرة لتيسير وتسهيل عمليات الدخول. من المؤكد إن اللي حصل في نهائي الكونفدرالية خلى الاتحاد الأفريقي وخلى الشركة المنظمة وخلى كل الجهات اللي شغالة في الملف ده عندها رغبة شديدة جداً انه من خلال النادي الاهلي ومباراته تبان الصوره الحقيقيه للقدرات المصريه على التنظيم المثالي. الاتحاد الافريقي بقول لكم عمل اجتماعات كتيره قوي، بعت 6 منسقين امنيين موجودين في الفاينل. الطبيعي ان كل مباراه نهائيه بيبقى 2 من الاتحاد الافريقي منسقين امن. المره دي للمباراه دي تحديدا جايب 6. ليه؟ لانه شاف ان الصوره في مباراة الزمالك ونهضة بركان ما كانتش إيجابية أبدا، وطلع عليها بيان شديد اللهجة كان قاسي جدا للاتحاد الأفريقي في تعبيراته. فالأهلي عنده مسؤولية وطنية مهمة جدا، الشركة المنظمة، كل الناس اللي شغالة في الملف الكروي معنيين جدا إنك تطلع صورة رائعة جدا عن النادي الأهلي وعن مصر، عن تعيد الثقة التنظيم. تعيد الثقة للتنظيم المصري، واهم حاجه فيه امن وسلامه الجمهور، وانه كله يروح باذن الله تعالى بيته سعيد وفرحان باذن الله تعالى بفوز الاهلي وباستمتاعه بمباراه كويسه جدا. الاشقاء في تونس من المؤكد انه مش بس استقبال الكابتن خطيب للبعثه بالورود في المطار، لا، كل التوانسه في الاستاد انا متاكد انه هيلقوا كل الاحترام وكل الود من كل الجماهير الاهلاويه. من الطبيعي جدا ان الجماهير التونسيه جايه تشجع فرقتها، هي مش جايه تشجع الاهلي، جايه تشجع الترجي. فاي هتاف ليهم للترجي لا يسيئنا ولا يضايقنا ولا حد جنب منهم يدخل في اي ملاسنه ولا مشاحنه. انا هنا بقى احذر من اندساس اي حد يقول حاجه والناس يمشي وراها للاساءه. اصل في ناس يا استاذ ابراهيم بيتغاظوا لما يلاقوا العلاقه القريبه اللي بينك وبين الانديه. ايوه، وما تدوش فرصه لحد. خلينا احنا شفتوا الاحترام الذي يحظى به الاهلي، شفتوا وسمعتوا ولقيتوا الناس كلها بتتكلم على الاهلي بشكل مختلف، حافظوا على صوره الاهلي دي والموضوع في ايدكم باذن الله. دي اعتقد امور
كانت محل اهتمام ومناقشات في كل الاجتماعات اللي شغالة لغاية دلوقتي، يمكن حتى وأنا بكلمكم في اجتماع أمني مهم جدا للترتيب لهذه المباراة، حضر الدكتور سعد شلبي والعميد علاء صلاح، كله شغال في إطار إزاي تحافظ على أمن وسلامة الجمهور وكل عناصر المباراة. بإذن الله تعالى يكون هذا اليوم يوم أهلاوي بامتياز إن شاء الله. سمعنا الأستاذ فتحي المولدي كلامه عن الأهلي، لكن أعتقد زي ما هو قال الأهلي في مصر هرم كبير قيمته تعدت الحدود الوطنية. لما يبقى الكلام مش كلامنا، كلام شبكة السي ان ان الإخبارية، سي ان ان الشبكة الأمريكية واسعة الانتشار والمؤثرة جدا عالميا، سيبنا من مواقفهم اللي ممكن نتكلم فيها كتير، لكن لما يكون في نشرة من نشراتهم يخصصوا جزء للحديث عن النادي الأهلي والأسطورة محمود الخطيب، لما تلاقي اهتمام بهذا الشكل لتصريحات للكابتن محمود الخطيب عبر سي ان ان لكل دول العالم. عشان كده بقول لكم الاهلي تعدى الحدود الاقليميه من زمان، وسمعته ومكانته الدوليه حديث اهتمام الشبكات الاخباريه العالميه. احنا ما مش بنتكلم على موقع صغير ولا جورنان صغير ولا برنامج معرفش ايه، بنتكلم على سي ان ان. هو يا استاذ ابراهيم من الاخر هو ليس حديث الذات للذات. يعني احنا ما بنقعدش نقول اصل الاهلي اصل الاهلي اصل رئيس واصل، احنا بننقل بامانه وشفافيه ما تتداوله الوسائل الاعلاميه الكبرى على مستوى العالم. ان يستضاف الكابتن محمود الخطيب وانه كتب عليه كده النهارده الكره المصريه اتكتب عليها كده ليه؟ هنا كتب عليها كده ليه؟ لمكانه الاهلي ومكانه رئيسه في يعني مكانه رئيس النادي تليق بمكانه النادي. يعني مكانه النادي ده مش اي حد يبقى رئيس النادي. لازم يبقى حد يبقى يليق بالمسؤوليه دي. الكابتن الخطيب موجود، عندما تقول الكابتن محمود الخطيب يبتدوا في اي منحة من مناحي الشخصيه دي يلاقوا تفوق غير مسبوق. لعيب مهاري نادرا ما يتكرر على مستوى العالم. أي لاعب حظي بمكانة إفريقية بين جبابرة أفريقيا من اللاعبين، ثم مسيرة إدارية في النادي الأهلي توجه أن يكون رئيسا للنادي، مشوار إداري ولا أروع، ده ماثل خلق ونموذج يقدم ويقدر ويحترم حتى في ضبط النفس عندما يضيق في موقف ما يخرجش نوت فير. جملة غيرت لائحه نوت فير، لانها كانت حقيقيه من القلب والناس وصلتها بدون مكابره. لما تشوف كيف تلقاها رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي تلقوها بوعي وامعان وتفكر. فالكابتن الخطيب يليق بالنادي الاهلي، والاهلي يعني سعيد ان ده ابن من ابنائه ويقدمه ضمن لستة طويلة جدا من الأبناء الموهوبين المرموقين ذوي المكانة الذين استفادوا وأفادوا من موقعهم كثيرا، تبادلوا الوفاء مع النادي الأهلي، فخورين جدا. أنا قلت لك قبل كده إيه، عندما تتجاوز الفرحة إنك تفرح بالفخر مش بالنتيجة، ده جزء من اللي أنا أقصده. طيب إنك تيجي يوم شوف العالم بيتكلم عليك ازاي. بمناسبه الاحساس بالفخر بالاهلي، اللي لفت نظري للفيديو ده الصبح المهندس ابراهيم المعلم، واحد من رموز النادي الاهلي وكبار رجاله، وبعته لي وهو يشعر بهذا الفخر اللي المهندس عادل بيتكلم عنه، انه شبكه زي السي ان ان الاخباريه العالميه تخصص جزء في نشرتها للكلام عن النادي الاهلي وأسطورة الأهلي محمود الخطيب. شوفوا فخر رجال الأهلي وكباره بالقيمة والمكانة اللي وصل لها النادي الأهلي ورموزه. كلام مش سهل يا جماعة. هو ليه النادي الأهلي اللي خلى شبكة زي السي ان ان تتكلم عنه؟ لأنه الناس عارفة الحقائق. الناس ما بتكبرش.
الناس عارفة حجم النجاحات، الناس عارفة أن هذا النادي في أفريقيا هو الملاحق لريال مدريد في الأكثر تتويجا في البطولات على مستوى العالم، البطولات القارية. النادي الأهلي الثاني بعد ريال مدريد، عشان عارفين أن النادي الأهلي بال150 بطولة متنوعة في كرة القدم هو الأول عالميا. لو كان الإعداد مجهز لكم اللايحة أو القائمة بتاعة الألقاب كنتوا هتشوفوا الأهلي إزاي الأكثر تتويجا على مستوى العالم في البطولات القارية. فالسي إن إن لما بيتكلم على حد بيتكلم على قيمة، بيتكلم على قيمة نادي تعدى كل الحدود. لما بيقول ينقلوا عن الكابتن خطيب إنه أسطورة الكرة المصرية، بيقول إنه موهبة الأفارقة قادرة على تحقيق المجد في القارة أو المجد في العالم. هو أولا ليه بيصف محمود الخطيب إنه هو أسطورة؟ عشان دي ناس بتقدر الناس. سيبكم بقى من في معايير يا استاذ، سيبكم بقى سيبكم من حته ان كل واحد يطلع في برنامج بير السلم فلان اسطوره وفلان اسطوره ويقعدوا يتخانقوا مين اسطوره ومين مش اسطوره، وكانه بيبقى الهدف ان انت عايز تسلب اللقب عن حد بعينه. لا دي المحاوله البائسه الدائمه كل انك تيجي على الاهلي انت شايف يقول لك مين الاسطوره. يا اصحاب الفكر الضيق قوي ايها الجهله، هو الاسطوره مش واحده، المساله متاحه ومشاعه. كل واحد يرى حد بقيمته اسطوره، لكن المهم كيف يرانا الاخرون. ازاي الناس اللي عندها معايير يا استاذ ابراهيم وعندها تقدير، يعني ايه اسطوره وعندها مقاييس؟ خدوا بالكم الكلمه الواحده تتكتب في السي ان ان او تتقال في السي ان ان ما بتتقالش من فراغ. الناس دي ما بتهرجش، الناس دي عندها معايير وعندها تدقيق وعارفة حجم كل كلمة بتتكتب على شاشتها عاملة ازاي. فإن هو يبقى باصص لمحمود الخطيب إنه ده أسطورة الكرة المصرية، ده مش كلام كده هري ولا هو جابه في مناسبة إيه؟ وصول الأهلي المتفوق جدا كمان للنهائيات. إذن الأهلي بيكبر ولاده، وولاده بيحسنوا تمثيله ويشرفوه. أيوه. ويتشرفوا بيه. اسطوره يا استاذ ابراهيم يعني ايه؟ انك تتجاوز مساله انك تبقى بطل متفوق الى ملهم ونموذج وقدوه. هو ده الاسطوره، ليها معايير، طبعا ليها معايير، كل واحد بقى يحط المعايير اللي تعجبه. عايز الاسطوره اللي هو الناس تخاف منه واللي الناس تعمل حساب لسانه ويده، انت حر. يبقى ده خلاص دي الثقافة اللي تفرز دي. الأسطورة هو اللي لا يبخل بجهده ولا عرقه، باحترافية شديدة لصالح مكانه، بتواضع يحتوي زمايله وينحني تواضعا لمصلحة ناديه. حتة تانية بتشوف انه هو ده الأسطورة. والعالم بينقي بقى يعترف بأي من المعايير دي. الحمد لله الانتقائية أصابت وتصيب دائما النادي الاهلي ورموزه. حتى على مستوى التكريم لما شفنا جائزه محمد بن راشد اكثر من مره، النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يطلعوا يحصلوا على هذه الجائزه. واليوم وسبق كابتن حسن حمدي قبل كده، الاتحاد الافريقي انجح رئيس نادي كابتن حسن حمدي، النهارده اسطوره انت تحس بايه؟ بتفرح بالماتشات، بس بتفرح قوي ان الناس شايفاك كده. هي دي يا استاذ، هو ده استاذ، زي العائلات العريقه ذات القبائل ذات التقاليد الراسخه اللي الناس تنقل عنها. الناس دي لا، في الحته دي ما بتهزرش، ادي صحها وادي غلطها. هو ده اللي يخليك تحس ان الاهلي ده مختلف. وجود هذه اللقطه الان على المسرح الاعلامي الدولي او يعني هي لقطة ذات معنى يستحقها النادي الأهلي، يستحقها رئيسه. طيب في الفيديو ده في السي ان ان كابتن الخطيب عرضوا له مقطع صوتي بيتكلم عن ثلاث حاجات وما تكلمش الراجل عن نفسه خالص. فكرني بعد ما تخلص اعلق على موضوع الأستاذ إبراهيم المعلم. طيب ما تكلمش خالص الكابتن الخطيب عن نفسه، ودي حاجة أخلاقيا تحترم جدا، مثلا التواضع تحترم. الله، لأنه خدوا بالكم حاجة، مع كل المنجزات اللي عملها محمود الخطيب اللاعب والإداري
في علاقة وثيقة جدا بينه وبين البطولات الأفريقية، لأنه أولا هو بايونير، هو رائد، لأنه أول هدف يتسجل للأهلي في بطولات أفريقيا قاطبة سجله محمود الخطيب في مرمى مولودية الجزائر في 76، هو أول حد قص الشبكة للأهلي في أفريقيا. لكن هو اللي فضل الرقم القياسي كهداف لأفريقيا لبطولات الأندية ب 37 هدف يقعد من بعد اعتزاله في 87، اللقب صامد لغاية متوبه للكونغولي في 2014 تقريبا يكسر الرقم، لكن لا يزال الرقم لهداف الأهلي في البطولات الأفريقية. انت عايز تعرف قيمة الرقم ده يا استاذ ابراهيم؟ نسيبه لعدد المباريات. شوف نسبة الكفاءة التهديفية. هتجدها لا تقارن. صحيح. هتجد ده لعب كم مباراة وده كم مباراة. والبطولات نفسها اتغيرت وبقى دوري المجموعات وبقى عدد كبير من الماتشات. لكن كمان خدوا بالكم حاجة. من 82 محمود الخطيب هداف الأهلي في بطولة أفريقيا، ثم في 83 كمان من بعدها، وهو قاسم مشترك أشهر عشان ما يبقاش أعظم، قاسم مشترك أشهر مع الألقاب الأفريقية، سواء لاعب، كل الألقاب اللي تحققت للنادي الأهلي بعد كده، يا إما هو عضو مجلس إدارة وبالتالي عضو مهم في لجنة الكورة، يا نائب رئيس النادي مع كابتن حسن حمدي، يا رئيس للنادي في الخمس ست سنين الأخيرة. فهتلاقيه قاسم مشترك أشهر مع كل الألقاب الأفريقية تقريبا اللي الأهلي حققها، لاعب أو عضو مجلس إدارة أو نائب رئيس نادي أو أمين صندوق أو رئيس للنادي. كل الأرقام اللي قلتها دي يا أستاذ إبراهيم كيف ترجمت بشكل رسمي؟ أقول لك. الكابتن محمود الخطيب الإكيب الفرنسية اللي كانت فرانس فوتبول اللي كانت بتدي جايزة أفضل لاعب في إفريقيا، اللاعب المصري الوحيد اللي خد أفضل لاعب في إفريقيا. أيوه صحيح. دي كانت أهم استفتاء على مستوى العالم. أيوه. لا خد الأهم. أيوه. عندما ذهب الكابتن صالح ليتسلم جائزة نادي القرن فوز الأهلي، كان ذكرها من يومين على فكرة. كان ذكرها من يومين. والصورة اللي نزلت كانت صورة الكابتن صالح مع كابتن خطيب. الكابتن خطيب، وانا شرفت بدعوه من الكابتن صالح انه رفيقه في هذا المشوار. أيوة. لم يكن الكابتن الخطيب طالع يستلم الجايزه. أيوة. ده طالع يكرم كاحد اساطير القاره. أيوة. يعني هو كان صاحب ان يكرم. أيوة. يعني مع النادي الاهلي كان مدعوا بصفته احد اساطير القاره. هذا اعتراف، هو لم يطلق على نفسه هذا اللقب ولم يطلق عليه الجماهير. أيوة. ولكن حظي به بشكل رسمي سواء من فرانس فوتبول او بعد كده لما جم يكرموا اساطير القاره كان منهم الكابتن محمود الخطيب. كابتن خطيب قلت لكم ما تكلمش عن نفسه في مقطع السي ان ان، اتكلم في ثلاث حاجات، اتكلم عن النادي الاهلي، اتكلم على الموهبه الافريقيه، وقال ان محمد صلاح كنجم مصري موهوب، قال انه عدى حدود النجاح ووصل للعالميه بحكم موهبته وحكم ازاي طور نفسه، وشاف ان محمد صلاح نموذج يقدم لكل الموهوبين في كره القدم في القاره، عشان كده هم خدوا عنوان انه اسطوره الكره المصريه، بيقول انه الموهبه الافريقيه قادره على صناعه المجد. ده حقيقي، لانه كمان انتقل الكابتن خطيب من الكلام على الاهلي للكلام عن محمد صلاح النجم المصري العالمي الكبير، ثم على ظاهره وانجاز منتخب المغرب في كاس العالم في الدوحة مؤخرا، وقد ايه منتخب المغرب قدر يكسر كل الحواجز ويدهش كل العالم ويصل للسيمي فاينل ويلعب في نصف نهائي كأس العالم. فشاف الكابتن الخطيب ان المغرب نموذج افريقي عربي رائع يقدم ويحيى وملهم، نموذج ملهم. دول الثلاث جوانب اللي اتكلم عليهم الكابتن الخطيب في هذا الفيديو اللي انا قلت لك. استاذ ابراهيم، عندما تكون عندك ثقة في نفسك وحاسس بمكانتك تكبر الناس فتكبر. كل ما تكبر الناس وتديها حقها انت بتكبر من غير ما تطلب. بتعلو شأنا. هو كده الناس اللي عندها يعني ثقة وعندها فطرة ما بتغيرش من اللي حواليها، يعني ربنا مكبرك والناس كبيرة حواليك، يتحدث عن صلاح يقدمه بأنه الذي تجاوز كل الحدود النجاح. على فكرة صلاح لما كان بيستلم جائزة الملهم
قال ان اللي ساعدوه على هذا الالهام كابتن الخطيب زين الدين زيدان توتي. قال لك دول نجوم الكره الثلاثه اللي ادوله طاقه الالهام دي. يعني هو كمصري بقى لما جه يختار وحاطط زين الدين زيدان وتوتي اختار مين؟ اختار الخطيب. هذا يعني اصل انت اعمل شغلك وسيب الباقي على الله، التكريم هيجي لك، حقك هيجي لك. مش ضروري ان اللي بيطلب يعني طالب الولايه لا ولا حاجات كلنا عارفينها، طالب الاسطوره لا يسطر. اللي بيطلب حاجه يعني بي بي بيقلم. خلي الناس هي تمنحك كل الحب وكل الالقاب عن جداره وبالمعايير الحقيقيه. احنا مالناش دعوه غير باللي يخصنا النادي الاهلي. انا بقول لك انا كنت سعيد جدا ان انا الاقي السعاده في الكلمات اللي بعتها لي المهندس ابراهيم المعلم مع الفيديو ده. ابراهيم المعلم الصديق ابراهيم المعلم. ابراهيم المعلم كلمك وقال لك سعيد جدا باللقطه دي. اللقطه دي يعني وكاننا يعني احنا كنا متنبهين لكن اراد ان ينبهنا. من هو ابراهيم المعلم وليه انا بربطه في درس في هذه النقطه؟ عندما جاءت انتخابات 2006 اي كان دي صوره الحمد لله ف 2006 استاذ ابراهيم اي يعني الشوارب عايز يعني بيعكس الشاب الجميل ده ودي صوره جماعيه بقى معنا، والسفير ياسر مراد اللي كان سفير مصر سكرتير اول معنا الى نصر السفيره. دي كان من يومين الذكرى بتاعه لقطه جميله يعني لازم اعتز شخصيا بيها. فابراهيم المعلم كان الدور عليه يجي وكيل النادي لانه هو اقدم في دخول المجلس من الكابتن الخطيب. والكابتن حسن كان يرى ان هذا التوقيت مناسب لتقديم الكابتن خطيب ككادر يجهز بقى لخلافته. فاستأذن ابراهيم المعلم ووافق بسماحه ابراهيم المعلم على هذا الامر. يعني مفيش غضاضه، مش الدور عليا يا كابتن وانا حق وانا مش عارف ايه والخطيب لسه الفرص جايه له كتير. ابدا، في سلاسه منقطعه النظير. بالعكس لما جاء الاحتفال بالمئويه بتاعه الاهلي في 2007 بمنتهى الحب والاندفاع قبل ان يكون مسؤولا عن اللجنه رئيس اللجنه وعمل احتفاليه تاريخيه. لا ده عمل ده وثق للتاريخ بتاع النادي الاهلي بشكل صحيح صحيح. فهو في الحته دي مفيش نفسان، ده اللي عايز اقوله. أيوة. الاهلي من كتر ما بيكبر ولاده اللي بقى بيحس بنفسنا هو دايما اللي بيتخلف عن الركب. هو بيعطل نفسه. لكن الطويه يعني سليم الطويه زي ما بيقولوا بتبص تلاقي الدنيا كلها بتعترف له باللحظات دي. ولحد دلوقتي هو بره برضه عايز يفرح ان الخطيب يقدم بهذا الشكل. ما هو ممكن يبقى ايه مثل علينا انه يعني مش فارقه معاه وهو متضايق. لا، كونه يتصل بيك. ولذلك حبيت ان انا اذكر هذه الواقعه عشان تستعرف كبار الاهلي كيف يتعاملوا مع بعضهم. الا قليلا جدا الناس بتقدر تلقطهم وتلفظهم وهم حرين بقى. لكن انا بقول والله الانسان اللي بيريح نفسه بيرتاح وبيريح اللي حواليه. سيبها على الله، اخلص للاهلي هتاخد كل المغانم اللي انت مش متوقعها. ده الاهلي صاحب ال 25 لقب قاري بعد ريال مدريد صاحب ال 29 وقبل بوكا جونيور الارجنتيني صاحب ال 22 وبرشلونه الاسباني ب 20 لقب. بصوا الاهلي تخطى بوكا جونيورز وتخطى برشلونه وما قدموش الا ريال مدريد. عرفتوا ليه السي ان ان بتتكلم على الاهلي واسطوره الكره المصريه محمود الخطيب؟ ده مش كلامنا، لما يبقى الكلام كلام الناس العالميه الكبيره عن الاهلي والاسطوره محمود الخطيب. نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم.
تخافش على الأهلي. ايه ده يا علي؟ انت لسه واصل؟ عندك تأخير ربع ساعة. على فكرة مفيش ويك اند الاسبوع ده، وبالمناسبة اجازة المصرف اللي انت كنت طالبها اترفضت وعندك خصم نص يوم عشان تبقى تأخر براحتك. اللي يخنقك طيارة مراوح كسل، اقوى مراوح في مصر، قطار نحاس بقوة 1500 لفة في الدقيقة، تاتش كنترول ورغم قوتها بتشتغل بكل هدوء. مراوح كسل، هنا العاصفة. كلامنا أول كوباية لبن. صباح الخير. صباح الفل. وكوباية في الثانية الحكاوي تكتر. لطفي لطفي. كريم كريم. طيب نستأذن احنا. لسه في دون شاي كمان. أو هو ده الكلام، إذا كان كده بقى معلقة سكر زي اللي فات. ما هو لبن بلونه وطعمه الغني مع كل تكة معلقة يظبط لك الكلام. ليبتون بيظبط الكلام. يا عيني عليك يا بسوكه، انا جاي اخد كوش جامد بس مقرمش، كل اللي جاي حلو كل اللي جاي فريش، انا جاي سخن نار وسريع الانتشار، عندي ملوك السعاد كل اللي جاي دمار. طاير وفرد جناحي تشوفني في كل النواحي، اطلع لك من كل حتة وليل ونهار تلاقيني صاحي، انا جاي ونفسي رايحة وكل الشلة معايا رايحة، وبموت انا في الكريسبي لو غرقان في جبنة سايحة. بزوكا 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 بزوكا، عمل كل حاجة ده اللي مدلع الدجاجة، ملك من سر خلطة وكسر عقدة الخواجة، احنا فرغنا مدلعينها ايه الجبنة مغرقينها ايه، السوق هو السيطرة خلصة معانا مخلصينها. عايزة احلى اوضة نوم واختيارات في الليفين روم. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ مش عايز اعمل ميت مشوار برضو مقلق من الاسعار. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ وان ديزاينات كتير، عايزة فرايتي في التفكير، كواليتي حاجات بالنسبة لي هو الأساس، فري توصيل في المعاد أصل ورعنا التزامات، مش لازم ميت محل إحنا خلاص لقينا لكل حل، هاب فرنيتشر هو الحل. احنا في هاب فرنيتشر عارفين أهمية كل ده، 15 فرع وأكتر، كمان أونلاين ستور بيقدم لك كل ده. هاب فرنيتشر، الهاب كله. الأهلي في مواجهة ترجي تونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الاستوديو التحليلي الأقوى مع الكابتن أيمن شوقي. الاستوديو التحليلي غدا الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. من آلاف السنين وهو رمز الكل عظيم، علامة للقوة، عالي وكشف كل الخصوم، لو ظهر بيوعد بنصر أكيد، في أي مكان موجود فيه هو الملك. وفي سنة 1907 نسر ذهب ظهر وبقى شعار لكيان عظيم. حكايته مع الوطنية مليانة نضال وبطولات علشان الحرية، مبادئه عايشة ومكملة ورسمنا الطريق مليان أنوار، دايما رافع كؤوس النصر مهما كان المنافس. ملك القارة وأسطورة.
في كل بيت وشارع مكانته في القلوب بتزيد. أجيال بتكبر معاه تتربى على حبه وعشانه تعمل المستحيل. أما جماهيره فحكايتهم طويلة، دايما بتستنى ظهوره، بتشجعه بالروح والدم. النسر فوق الراس، النسر الذهبي، النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، جزء من الكونفدراليه وما حدث فيها انتقالا الى دور الابطال وما هو منتظر فيها، الاخراج التلفزيوني بين المهنيه والازمه اللونيه. واحده من اكبر القضايا اللي فجرتها مباراه نهائي الكونفدراليه بين الزمالك ونهضه بركان مسؤوليه المخرج التلفزيوني، وتعرض الاخراج التلفزيوني المصري لحملة عنيفة جدا. الأشقاء في المغرب اتهموا المخرج المصري للمباراة انه تعمد إخفاء الصورة وعدم إعادة لقطة فيها فرصة لاحتساب او لاحتمالية احتساب ضربة جزاء لنهضة بركان في الوقت بدل الضايع. أنيس الشعلان المدير الفني للفريق المغربي في المؤتمر الصحفي شاور على المخرج التلفزيوني ومدى مسؤوليته. الاتحاد الأفريقي شاف ان اللي حصل ده كان غير امين. البي ان القناه الناقله للبطوله، الاستوديو التحليلي بتاعها كان الاتهامات ايضا للاخراج التلفزيوني المصري، وتحول مخرج المباراه الى متهم يشار اليه انه تعمد اخفاء الحقيقه عن المشاهده باشمهندس، وتعمد عدم اعاده لقطه مختلف عليها. اثير جدل كبير حوالين هذه المساله، لكن كانت المشكله إنه الاتحاد الأفريقي مدعوما برأي الشركة المتعاقدة يرى إنه المخرج المصري عامة أو قدرة الإخراج التلفزيوني المصري غير جديرة بإن هي تنقل نهائي دور الأبطال، فيجيب مخرج أجنبي لنهائي دور الأبطال بين الأهلي والترجي ومعاه أربع مساعدين، ويجي أوعى أنت وهو على جنب، إحنا اللي هنشتغل وإحنا اللي هننقل. أعتقد إساءة كبيرة للإخراج التلفزيوني المصري. أنت كاتب إيه في العنوان؟ هذا الإخراج دلوقتي بين المهنية والأزمة اللونية. إن أنت عندك كود مهني المفروض بتلتزم بيه، أنت ناقل للصورة للجمهور. أنت بتحقق رغبة المشاهد وتجيب له على الأسئلة اللي هو عايزها من خلال الصورة اللي بتتعرض له. ملهاش علاقة بالأزمة اللونية إن المخرج ده بيشجع مين؟ بيشجع الزمالك او قاعد جنب منه مسؤول في البرامج الرياضيه؟ لا، شوف شغلك، عيد او ما تعيدش، انت مخرج، انت سيد العمل. فازاي يتقال كل ده ان المخرج حد قاعد جنبه قال له ما تعيدهاش؟ ازاي المخرج يسمع كلام حد؟ وازاي مسؤول اداري يتدخل في عمل المخرج؟ وازاي تكون المحصله النهائيه تاثرا بهذه الالوان يساء لقيمه التلفزيون المصري والمصور والمخرج المصري اللي علم العالم العربي كله اصول الاخراج والعمل التلفزيوني. عموما مش هنتكلم براينا فيها، خلينا نروح للراي المهني المحدد للاستاذ عبد الفتاح حسن، رئيس قناه النيل للرياضه السابق، وايضا رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصه السابق والقيمه الاعلاميه الكبيره. استاذ عبد الفتاح، مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا بك استاذ ابراهيم، واهلا بالمهندس عدلي القيعي زميلي في قناه النيل للرياضه، كان بيقدم معانا برنامج الندوه الرياضيه في قناه النيل للرياضه. بحييكم جدا وبحيي كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه، وبقول ان شاء الله ان شاء الله موفقين يوم السبت القادم باذن الله
في هذا النهائي والفوز بالكاس ال 12 ان شاء الله. ان شاء الله. وحشنا يا استاذ عبد الحميد. ويعني استاذ عبد الفتاح عبد الحميد وعبد الفتاح واحد يا استاذ عبد الحميد حسن دفعنا يا عبد الفتاح. ايوه وحشنا جدا جدا والله. وده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ايه؟ ان احنا بقالنا سنين ما اتصلناش ببعض. ايوه ايوه فعلا فعلا فعلا. انت واحد من الناس نسيتي من بعد ما طلعت معاش بقى. انا بقالي خمس ست سنين معاش اهو. والله يا اخي المعاش ده الحمد لله معاش اللي زعلك يا ابني. يعني انت مؤكد في المطبخ من جوه. اه. ومؤكد انه لا ينبغي ان يسمح للعواطف ان تستدرجنا في العمل العام، لان ده مش حقنا، ده حق الناس علينا. يعني انا موجود في الحته دي مش عشان امثل نفسي، ولكن لكي اعطي الجرعه او الجرعه الصادقه للمتلقي بشكل لائق. طيب احكي لنا انت ايه شايف المشهد يعني وسببه أنا ايه. انا رايي في الموضوع ده باشمهندس عادل الحقيقه، يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم، أنا قعدت 14 سنة رئيس لجنة البطولات الرياضية، وكان علشان تتم المباريات اللي بتقام في مصر من سواء كان دوري أبطال أو الكأس، كان لازم يبقى في نموذج بيتم الاعتماد من اتحاد الإذاعة والتلفزيون عشان يتم نقل هذه المباريات من الاتحاد الإفريقي، ويصرح لينا إن احنا ننقل المباريات أرضي ونديلهم إشارة. وكان هذا النموذج اسمه نموذج خمسة من الاتحاد الافريقي، وكنت انا دايما بعتمد ودايما بامضي. هذا النموذج بيحدد عدد الكاميرات، اقل عدد كاميرات يكون موجود. مثلا كان بيتحدد ب 12 كاميرا تكون موجوده، مواقعهم فين في الملعب. تمام؟ ليه؟ للحفاظ على شكل الصوره، رغم ان طبعا كل المباريات اللي كانت بتجيلنا من افريقيا كانت بتذاع بكاميرتين وثلاثه، وكانت حاجه كوميديا يعني، ومع ذلك برضه كان بيشرف عليها الاتحاد الافريقي. لكن انا عايز اقول ان كان ده اللي بتحدد شكل الصورة اللي طالبها الاتحاد الافريقي. ايضا كان بيتحدد امتى هيطلع تطلع المباراة، امتى هتذيع الاعلان بتاع الاتحاد الافريقي، امتى هيبقى بالضبط يخلص الاعلان وتبقى سنترة المباراة امتى. كل ده بيتحدد في هذا النموذج. اذا الاتحاد الافريقي ملوش دعوة بالاخراج، ولكن ليه دعوة بالصورة، الصورة ازاي تطلع. اختيار بقى ان اللقطة دي تطلع ما تطلعش، انت عندي انا قاعد مخرج قاعد في المباراة، فعندي على الأقل 12 كاميرا، دلوقتي بقوا 24 لأن دخل فيها الفار. فإذا أنا الاختيارات للمخرج، لكن الصورة للاتحاد الأفريقي، وعايز شكل الصورة بالمنظر ده. طيب لو إن مخرج، أنا عايز أفهم بس الاتحاد الأفريقي إن هو بيغير بيجيب مخرج، هل المخرج ده يعني هو بيدين المخرج المصري في إنه منع أو 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 تسبب في إن الحكم يحكم بطريقه معينه؟ ما اعتقدش. ليه بقى؟ لا لأن لأن دي مسؤوليه الفار. ما هو لو ان المخرج اعاد اي لقطه مئات المرات، تمام، ويؤكد على ان اللقطه دي مثلا ممكن تبقى ضرب الجزاء، مش هيحسبها الحكم، لان الحكم ما جالوش اوردر من الفار. اذا الاتحاد الافريقي اهو اذا كان عايز يقول ان في مسؤوليه على في هذه المباراة أدانت أي حد، فيبقى بيدين الفار، والفار يعني تحكيم، والتحكيم يعني الاتحاد الأفريقي. تمام؟ خليني أختصر لك السكة يا صفا فتاح. الاتحاد الأفريقي بيستجيب لشكوى الشركة الناقلة اللي قناتها شافت إنه المخرج المصري ما عادش اللقطة المختلف عليه. هو احنا بس أنا عايز بس هو إيه هو عشان هو ما ناخدش الحوار في اتجاه ضربة الجزاء ولا مش ضربة جزاء. هو الغضبة حتى الزميل المغربي لما احتاج قال يجوز الإعادة تخليني أقول مش ضربة جزاء، أكتشف من زاوية تانية إنها مش ضربة جزاء، لكن هذا كان حقنا أن نرى الحقيقة. هو الفكرة كلها لقطة مهمة. هو ده يا باشمهندس، هو ده اللي أنا عايز أقوله. أنا بس حق المواطن والمشاهد والمسؤول أيضا. بعد كده الفار هو المسؤول عن القرارات التحكيمية مش المخرج. هو اللي أنا عايز أقوله أن المهنية تحتم علي أنا كمخرج إني أنقل بحيادية الصورة اللي موجودة عندي. أنا عندي 24 صورة
لقطه في الملعب بتوضح لي كل الجوانب. انا كمخرج اتحين الاوقات التي استطيع فيها اعاده اللقطه واعيدها من اكثر من زاويه. هنا اذا المخرج ما عملش دي فهو قصر، ولكن ما اثرش على نتيجه مباراه. يعني احنا سيبك من نتيجه المباراه، احنا بنتكلم على حق المشاهد في انه يشوف لقطه صح. المشاهد والمسؤول يا استاذ ابراهيم، انا مع حضرتك ان حق المشاهد ان ممكن يعني ممكن اسالك السؤال بطريقه ثانيه عشان ما نقعدش يعني، هل من حق المخرج انه يتغاضى عن لقطه جدليه من وجهه نظره لاي سبب من الاسباب؟ يعني لا، يعني لا حاجه حاله واحده بس عندما يحدث هذا الا يعطي الفرصه للاتحاد الافريقي ان اصدي ادانه؟ خلي بالك اللي حصل ده مش كويس، ده بيتهم بعدم الحيده في نقل اللقطات. ما هو يا باشمهندس مش في التاثير على المباراه. ده بالتاكيد اعطى الفرصه للاتحاد الافريقي بانه يدين الاخراج المصري في هذه عدم الاعاده. هو المفروض ان انا اعيدها من اكثر، بس هو ده النقطه اللي بنتكلم فيها. هو المهنيه بتحتم عليا ده. حتى لو انا بشجع او انا بتغاضى عن لسبب واحد. طب انا خلينا بقى يا استاذ عبد الفتاح، لماذا لم يحدث هذا؟ لماذا لم تعد هذه اللقطه من وجهه نظرك يعني؟ يعني مش قادر اقول غير ان يعني ممكن يكون المخرج سهي عليه، او المخرج يعني سمعت الاستاذ ابراهيم دلوقتي بيقول ان حد ادى توجيه، ما يمكن يكون ده السؤال الثاني يا استاذ فتاح. هل هو المخرج سيد العمل في تقديرك كمسؤول يقبل ان انت شخصيا وانت رئيس قناه تقول له ما تعيدش؟ وانا رئيس قطاع لو قلت له ما يعيدش المفروض يعيد، المفروض يستجيب لمهنيته، ملوش علاقه بيك انت. طبعا 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 المهنيه تطغى. المهنيه ده المفروض فدي دي 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 سابقه غريبه تبقى. طيب سابقه غريبه جدا. هل تستجيب؟ ما هو برضه اللي بيدي الاوردر، اللي بيدي الاوردر يقول له ما تعيدش، تبقى قال كده فعلا، فيبقى هو برضه ما هوش فاهم، مش فاهم اصل في حد كتب كده يا استاذ ابراهيم. طيب هل لو الواقعه اللي حدثت اثارت كل هذا الجدل وكل هذا نالت كتير من التلفزيون المصري والاخراج المصري، الا يستحق ده تحقيق من الاطراف المسؤوله؟ طبعا 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 يستحق لسبب واحد. احنا مش عايز اقول احنا الرواد، احنا فعلا الرواد طبعا. التلفزيون المصري هو الرائد في الوطن العربي. التلفزيون المصري على فكره المخرجين بتوعنا ساعدوا المخرجين الاجانب في بطولات عده، سواء كان داخل مصر او خارج مصر او حتى في اسبانيا والبرتغال. هذا المخرج اللي بنتكلم عنه هو وساعد المخرج البرتغالي في مباراه في الدوري الاسباني والدوري البرتغالي. تمام. اذا الكفاءه موجوده، فاذا ده حصل فخطا. الخطأ لما الكفاءه فيه، الكفاءه موجوده ولا بد الاعتراف. ولكن ماذا يعني بقول ليه انا اخطات؟ يعني ليه ايه السبب في اني اخطات ده؟ انا ما عدتش مناعيد اللقطه من اكثر من مره، خاصه انها اللقطه اذا كان اللي بيدي الاوردر متخيل ان هذه اللقطه اذا اعيدت الحكم مثلا هيرجع في رايه، والحكم مش شايف اصلا التلفزيون ولا حاجه في الملعب. هو اخفاء حاجه واحده بس، اللي بيوقفه الفار مش اللقطات اللي بتعدي التلفزيون للمشاهد. خاصه يا استاذ عبد الفتاح ان احنا بنشوف ان المخرجين بيروحوا احيانا يجيبوا لقطات للعيبه وهي بتتنفس وهي مبوزه، وهي يعني لما جابوهاش دي مش مسؤوليتهم، وبيتدخل برايه. فبيتدخل يعني انت تذكر مثلا يعني بتاعه وليد ازارو يعني راح لحد الخط الاحتياطي في واللعب متوقف. المخرج يستطيع ان ينتقي اللقطات المثيره للجدل طالما ما هتضيف الى حيويه العرض، مع تاكيدنا انها غير مؤثره على قرار الفار ولا الحكم. طبعا طبعا طبعا، لكن انا عايز اقول ان فعلا الاخراج التلفزيوني المصري بخير. ان كان في خطا فلابد ان يبقى ما فيش حاجه، هو في عمل كامل في الدنيا. انا عشان بس الخير ده يكتمل يا استاذ فتاح، انا ملاحظ انه في البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره
الميول والالوان بتتدخل وتؤثر. يعني المهندس عدلي دلوقتي اشار الى واقعه وليد ازارو في النهائي مع الترجي، وكيف ان التركيز بتكثيف على لقطه معينه صدرت ازمه للاهلي في تونس ودفعت الاتحاد الافريقي للتدخل. اذكر مباراه للزمالك مع حسنيه اغادير في نهائي الكونفدراليه، ايضا جنش بالكوره جوه الشبكه واللقطه لم تعد ابدا، والاخوه في المغرب اتهمونا وقتها انه المخرجه المصريه تعمدت عدم الاعاده. وهكذا لو كان المخرج اهلاوي ربما ينظر اليه من اخرين برضو انه بيتعمد عدم اظهار لقطات معينه. خلي بالك يا استاذ، تدخل المخرج ده سؤالي، تدخل المخرج بانتماءاته الا يستوجب فرض اكواد اعلاميه معينه يلزم بها؟ هو موجود الكود الاعلامي موجود، بس لا الهوى الشخصي، الهوى الشخصي لكل مخرج ده موضوع تاني خالص. المفروض ان هو الهوى الشخصي بتاعه يحطه بره عربيه الاذاعه الخارجيه وهو داخل، علشان هو داخل ينقل المباراه لجميع المشاهدين بجميع الاطياف. وعلى فكره هذا الهوى زي ما قلنا مع وليد ازارو ما كانش في القاهره، اذا كان مخرج مش مصري. لا كان في القاهره، كان في برج العرب، كان في النهائي مباراه القاهره. لكن كان في ما احنا كان عندنا مثلا انضموا على ما اعتقد في انضموا كان في تونس في تونس وما اتعادتش برضه لقطه، غير احنا الاعاده دي كانت من يعني بعد كده احنا لما جبنا اللقطه عدناها. لكن عايز اقول ان الهوى، نحن نتحدث عن ظاهره تحدث هنا تحدث هناك تحدث في اي مكان، ما هياش خاصه لا الحاجات اللي بنذكرها دي زارو والرام والكلام ده ما كانش فيه فار وقتها. دلوقتي الفار هو المتحكم في قرار الفار المتحكم في قرار الحكم. انا عايز اقول ان الاعاده هي حق للمشاهد. ايوه هو انت صدقك مع وكمان نفسك. بتبطل فرص الاحتجاج اللي ربما ما يكونلهاش سبب. يعني اللقطه دي لو عيدت من زاويه معينه كانت تحسن الجدل لصالح الزمالك مش ضده مثلا. يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي، الاحتجاج يبقى على التحكيم وعلى الفار، لكن الاحتجاج ما يبقاش على مخرج مواجه احتجاج على انه لان ما ادانيش الصوره اللي انا كنت عايز اشوفها انا كمتلقي كمشاهد، تمام؟ لكن هاي الكواليتي بتاع الصوره او الكادر لابد محدده الاتحاد الافريقي، ده موجود. لكن ان انا ما عدتش اللقطه اكثر من مره للمشاهد هو ده الخطا. ده مش اكثر من مره ولا مره. ما هو هوايا شخصي ان يعمل ده، لا ده يستاهل ان يبقى في تحدي. واذا زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم، اذا في حد وجه فتبقى الطامه كبرى. وانا بس مش عايزين باستمرار بتوجه قصدك ايه؟ يعني قصدك ان الحكم ما ياخدش باله؟ طب الحكم مش واخد باله اصلا من اللقطه دي، ملوش دعوه، لكن المشاهد هو اللي واخد باله من دي. اذا المهنيه تحتم علي ان انقل بكل امانه اللي موجود، سواء كان يتفق معايا شخصيا او لا يتفق معايا. يعني انا مثلا كنت بقدم البرنامج استاد النيل، هل حد كان يعرف ان كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ عمري ما صرحت بده ولا اوحيت للي قدامي ليه؟ بس انا طول عمري عارف الحمد لله. المهم ان انا عايز اقول انا دلوقتي بقول على فكره بكتب على الفيس ان انا اهلاوي، يعني خلاص انا بقول لك احنا سافرنا كتير مع بعض، يعني فانا عارف بقالي 5 6 سنين خلاص فانتهت المساله يعني. لكن انا عايز اقول ان الهوى الشخصي لازم تخرجه بره. صحيح. وتعمل حياد، لان المتلقي حقه عليك انك تديله، انت قاعد عشان تعمل ايه؟ عشان تديله اللقطه اللي هو عايزها، عشان تديله الامانه اللي موجوده في الملعب. ان تحجب حاجه اعتقد ده يعني هو خطا، وترتب عليه ان شكل بقى الادانه شكلها بقى ايه؟ ان تاثير على نتيجه المباراه. صحيح. ودي مصيبه، لان فعلا ما فيش اي تاثير للنقل التلفزيوني على المباراه ولا على نتيجه المباراه. اذا في تاثير، اذا انتم متخيلين ان في حاجه فانت كلم الفار، لان الفار عنده كل اللقطات على فكره كل الزوايا. انا يعني اعتقد يعني استخدام مخرج اجنبي لمباراه تقام في مصر اللي التلفزيون بتاعها كان يوصف بانه التلفزيون العربي مش التلفزيون المصري، فانا اعتقد دي نقله سلبيه جدا تستوجب ضروره التحقيق فيما حدث. استاذ عبد الفتاح حسن بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا عبد الفتاح، وخلينا على تواصل. استمتعنا بمداخلتك. الله يبارك فيك. شكرا يا استاذ ابراهيم، شكرا باشمهندس عدلي، وان شاء الله نلتقي على خير، ونقول الف مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله بال 12 باذن الله. شكرا جزيلا للاعلام الكبير عبد الفتاح حسن رئيس قطاع النيل السابق بالتلفزيون المصري. الصوره دي
بتكمل الصورة السلبية من أول ما الاتحاد الإفريقي عيّن لك لجنة للإدارة. الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي آسف. فيأتي الآن الاتحاد الإفريقي يجيب لك مخرج. يجيب لك مخرج أجنبي. ده بيسحب منك الثقة فيك في قدراتك الإدارية وحيادك وأمانتك. يعني المشهد البساط بيتسحب يا جماعة من تحت أقدام الكرة المصرية وإحنا مش واخدين بالنا بفعل تصرفاتنا يا جماعة. والله احدفوا الانتماءات شوية، خلونا يعني زي ما قال الأستاذ عبد الفتاح حسن، إحنا علمنا الدنيا كلها. أيوة. علمناها الإدارة، علمناها الكورة والرياضة، الإخراج، وعلمناها الإعلام، لكن سبقونا لأن إحنا انتماءاتنا معطلانة، ضيقة. ففي الأحداث الكبرى إذا كنا إحنا بنستحملها بينا وبين بعض، لا، اللي هيجي لك من بره هيقلب الدنيا. صحيح. ده كان أعتقد محاولة للفصل ما بين في حاجة المهنية واللونية. في حاجة زي ما بقول لك ما كانتش هتؤثر على نتيجه المباراه لان خالص. القرار عند الفار طبعا. مش عند المخرج. دي نقطه مهمه التشديد عليها، هو الكلام مهما عاد مش هياثر على غرفه الفار. غرفه الفار بيروح لها كل الرشز او كل اللقطات اللي متصوره من كل الزوايا، ما يقدرش يحجبها، وبيختار المخرج حكم الفار بيختار اللقطه اللي يرى فيها ان دي بتحقق العداله الكافيه وينبه الحكم عليها ويوريها له على المونيتور. ساعتها مخرج المباراة ينقلها لنا من خلال المونيتور اللي الحكم بتاع الملعب بيعمل تشيك فار عليه. لكن ان انت تعيد، انت بتعيد لقطة في الملعب علشان تفوت الفرصة على اللي عايز، تدي فرصة للمشاهد اولا مش بس يستمتع، لانه احيانا انت بتعيد له لعبة حلوة. وانت بتعيد له اللعبة الحلوة ليه؟ لمزيد من الاستمتاع باللعبة نفسها، أو لقطة مختلف عليها، أو أنت ترى أن هي هتثير جدل أنت بتجاوب له على السؤال. فبالتالي لما تتعمد حجب صورة أو عدم إعادة صورة أو تروح للمدرجات للقطة حادثة أو تروح للمدرج تهرب من الحقيقة، كلها تدخل من المخرج للأسف وفقا للون والانتماء. في تكوين وجهة نظر، يعني أنت بتفرض عليه وجهة نظرك جدا يا مخرج، مش بتسيبني انا وانا متلقي. وده جزء من متعه المشاهده يا استاذ ابراهيم، ان انا كم متلقي، انا وانت انتمائنا من حقنا نتجادل. فبتقدم لنا صوره كل واحد ياخد منها اللي هو عايزه بالظبط، انما تنقل صوره واحد بس اللي يقدر يتكلم فيها، انت قضيت على وجهه النظر الاخرى والقيت بظلال من الشك اللي ملوش مبرر، لانه مش انت اللي بتحدد نتيجه المباراه، الفار اللي بيقول. صحيح. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بكره الجمعه ان شاء الله الساعه 6 مساء الاهلي والزمالك، المباراه الفاصله لتحديد بطل كره اليد للمحترفين. البلاي اوف 3 انتهى، ان الاهلي كسب الماتش الاول، الزمالك كسب الماتش الثاني. وبكره المباراه الفاصله 6 مساء في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر. الحقيقه فوز الزمالك بالمباراه الثانيه شهد جدل كبير جدا عن التحكيم، واحتجاجات واعتراضات، وكل الناس اللي اتفرجت على الماتش شافت قد ايه التحكيم اثر بشكل مباشر بالطرد اللي كان بيعمله في توقيتات مهمه بالشكل ده، اثر كتير على نتيجه المباراه. الاهلي كان الناس تحدثت من قبل على انه طلب استخدام حكام اجانب للمباريات الثلاثه، لكن لم يستجب للطلب، وبالتالي بقت الناس كلها عندها قلق شديد من تاثير التحكيم على المباراه الفاصله يا باشمهندس. احنا نفضل نعاند ونفضل ندعي ومش فاهم ايه حكايه تحكيمنا بخير؟ ما هو بخير يا سيدي، لكن لما يحصل احداث ما تتقي، ما يعني تتقي الشبهات وتخلينا يعني الناس ترتاح لاي نتيجه. طيب عشان نقف على حقيقه ما حدث ورؤيه الاهلي فيه، كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بالنادي. كابتن ياسر مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير. ازيك يا كابتن ياسر؟ استناني بقى، انا عايز اسالك بس الاول
اتفضل. الطردين اللي خدهم لاعبي الاهلي دول نتيجه يعني طرد مباشر ولا تكرار الديتين ولا ايه؟ لا، هي الاولى طرد مباشر بتاعت ابراهيم المصري حسب القانون ان هي فيها خطوره على اللعيب. انا من وجهه نظري ان انا شايف ان اللعيب جاي وش الوش يعني في مواجهه ابراهيم المصري، كان ممكن تمشي دقيقتين، لكن هي خلال المباراه معظم الحالات التحكيميه اللي فيها شك او ممكن يتجاوز عن خطا معين كلها ضد الاهلي. يعني نفترض ان ابراهيم المصري يستحق كارت احمر عشان كان فيها خطوره لعيب في الهواء والكلام ده كله، واللعيب عدى، فهو يعني كان واضح ان الدفاع على دراع اللاعب الخال، فدي ممكن تمشي كارت احمر. كره ياسر لا، ممكن تعدي، لان ياسر كانت الخبطه كانت في ظهر اللاعب او في رقبته من ورا، مش في وجهه زي ما ادعى الحكم، ده حسب برضو اللي انا كنت شايفه. لكن في حالات تانية كتير كانت تستدعي دقيقتين على لعيب الزمالك. يعني في كوره لعبها سيسا من ناحيه الوينج لاحمد عادل الدايره، كانت كوره رميه جانبيه، اتشد عادل مشدود تماما للخلف والكره عدت وراحت اوت، حسبها الحكم اوت. ازاي دي؟ هذه كانت واضحه جدا. ده كذا كوره بقى، يعني انا لما رجعت الحالات التحكيميه، يمكن انا عشان كنت في الملعب فاكر في حاجات كتير مش واضحه، لكن لما رجعت بقى الحالات التحكيميه لما المحلل بعتها لي، لا كان في حاجات كتير صعب ان هي تعدي وما فيهاش شك. يعني لعبه الهاندبول فيها حاجات كتير ممكن بتبقى فيها شك، لكن دي حالات لا ترتقي للشك تماما. والحاجات اللي هي كانت بين، يعني ما فيهاش وجهات نظر، حاجات واضحه. بالظبط، حاجات واضحه جدا. يعني من الاخر يا كابتن ياسر، وانت احد القلائل اللي انا عارف انك يعني بتقول الحقيقه، يعني او ما بتبقاش ميال انك انت يعني او تتزرع او تتحجج. يعني هل اثر التحكيم على حظوظ الاهلي في هذه المباراه؟ انا شايف ان الحالات اللي حدثت ديت تاثر نفسيا على اللعيبه. بمعنى ايه؟ انا لعيب لما ابتدي المباراه اعمل خطوتين يتحسب اربعه، مره تانية اجي ادخل يتحسب عليا مثلا فاول عكسي او سيميليشن زي ما حصل مع فوكس، او اجي اعدي الحكم ما يدينيش حقي في الفاول او الدقيقتين. الحاجات دي كلها تاثر نفسيا على اللعيب خلال المباراه. لا دي مش نفسيا بقى، دي بتاثر على نتيجه المباراه، لان لما يكون في حالات طرد ما تحصلش، واحنا حالات طرد بتحصل بشيء من المبالغه، وتحجمني انا كلاعب خلال المباراه. طبعا فنيا يعني طبعا بتأثر، انا تبقى خايف. هي دي النقطه. طيب هل الاهلي احتج على التحكيم بعد المباراه يا كابتن؟ بعتنا جواب رسمي للاتحاد، مش احتجاج على المباراه، خلاص المباراه خلصت، ولكن الكلام ده اتكرر في اكتر مباراه. فاحنا بنحتج على مستوى التحكيم، او ان التحكيم مفيش فايده في حالات كثيره جدا بيجي على النادي الاهلي بدون داعي. طيب مش كان الاوقع الثلاث مباريات تدار بتحكيم اجنبي ولا الاتحاد رافض؟ الاتحاد رافض. رافض. طيب. طب احنا يعني كان يهمني طبعا ان احنا نستقرئ الحقيقه. طب تطمن الجمهور بايه في المباراه الفاصله بقى يا كابتن؟ لا ان شاء الله احنا الحمد لله، يعني احنا لعبتنا جاهزين، احنا كل اللي احنا بنطلبه ان هو يبقى فيه عداله في التحكيم. لا بس انا استناني. حالات الطرد دي هتحول دون اي عنصر من العنصرين اللي اتطردوا؟ لا لا لا، الاثنين يعني. انا عارف الهاندبول الكارت الاحمر بينتهي بالمباراه، يعني المصري موجود وياسر موجود. موجودين، اللعيبه كلها موجوده وعلى اتم استعداد، وان شاء الله جاهزين لمباراه بكره باذن الله. ان شاء الله. كان في لقطه جميله قوي بتاعه سيسا وبتاعه عادل لما لاعب الزمالك شادي محمد اتعور، وهم اللي يعني شادي خليل لا اسمه شادي محمد،
شادي محمد. شادي محمد ما بيتعورش خالص. يا عم كان مكتوب عندي اهو شادي محمد. شادي محمد بتاعنا ما بيتعورش. يمكن اسمه شادي محمد خليل يا ابراهيم، ايه المشكله؟ يمكن اسمه كده شادي محمد خليل بتاع الكوره. لان لما لا يا ابني مكتوب اهو قدامك. ماشي. لا لاعب الدايره شادي محمد. لا يعني اسمه شادي محمد لاعب الزمالك؟ بتاع. طيب اسمه شادي محمد، ليه بتشكك كده؟ ما خدتش بالك من. لا خدت بالي، ما انا مش عايز الناس تفتكر ان احنا غلطنا في الاسم. لا الـ طبعا الـ 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 اللقطه جميله جدا. احنا اشدنا بلاعب نهضه بركان لما التقط دونجا وحمام الاصابه كان ممكن تبقى مؤثره وجسيمه. النهارده اللقطه دي هي دي المعاني بتاعه الرياضه والحمد لله. ما هي رياضة يا باشمهندس، هي يعني احنا الفريقين بيتمرنوا والفريقين بيجهزوا وفي الاخر احنا النتيجة جوه الملعب، الأحسن بيكسب. ولكن احنا الكل ما نتمناه في المباراة إن آخد حقي زي ما الفرقة بتاعتي. احنا اللي نتمناه إن الأحسن يكسب، ما تبقاش الماتشات بالظبط. أصل دي رياضة في الآخر رياضة. لكن انا ما يبقاش انا فاول عكس ليا ابص الاقي بلنتي عليا. بعدين في اخر المباراه ما اكون مغلوب يديني هو نفس الفاول العكس يديهوني فاول عكس. طب ليه؟ طيب هي دي النقطه بس. هي دي النقطه او النقاط. ولكن المشهد الجميل بتاع لاعبي الاهلي هم بيحملوا لاعب الزمالك كانت الحقيقه حتى استحقت اشاده واحد بحجم الاعلامي زي الاستاذ محمد شبانه. ما بتفوتوش الحاجات دي. عايزين الصور دي تتكرر وينتهي بقى والنبي فكره ان التحكيم يكون يعني بيغير مسار مباريات. بالظبط. يا رب الماتش الجاي يعدي على كل خير. كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن. باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن ياسر لبيب رئيس قطاع كره اليد في النادي. واعتقد الاخطاء التحكيميه كانت مؤثرة فعلا في نتيجة المباراة. نتمنى انه التحكيم بكرة يكون عادل ويدي كل فرقة حقها. ده في كرة اليد يا باشمهندس. في دورة الترقي حصلت حاجة نفس القصة. التحكيم. بصوا بقى، يعني من المحلاوي للبنا وفرصة دخول التاريخ. كابتن علي خليل دخل التاريخ من يجي نص قرن لما راح للحكم في مباراة للزمالك والإسماعيلي واعترف إن الكورة في الشبكة من بره بعد ما كان حسبها جون. الحكم لغاها نزولا على اعتراف الكابتن علي خليل. ومن يومها اعتبر علي خليل واحد من ال ده ابتكروا له جايزة نبلاء الملاعب. ابتكروا له جايزة اسمها جايزة البسالة. البسالة الرياضية. شوف الجملة، النبل والبسالة. قيم رياضيه حقيقيه. اعتقد ان علي خليل الناس تذكره بهذه الواقعه اكثر ما تذكر اهدافه. صحيح. امبارح في دوره الترقي الاربع انديه اللي بيتنافسوا كانت ترسانه بيلعب حرس الحدود في ملعب الترسانه، وسبورتنج بيلعب المنتخب السويس. سبورتنج كسب منتخب السويس 1-0. خدوا بالكم الدوره الرباعيه دي هيصعد منها واحد بس، يصعد مع بتروجيت ومع المحله للدوري الممتاز ان شاء الله. الترسانه بيلعب مع حرس الحدود. كره معموله بالعرض للترسانه، يعني لاعب الترسانه مد ايده جت على ايده، هاند بول عليه في منطقه جزاء الخصم. يعني مسائل بسيطه جدا. حكم المباراه للاسف كابتن محمود البنا. يعني هم جايبين حكام دوليين. ما اعرفش ايه اللي جراله. جايبين حكام دوليين اهي. بصوا اللقطه اهي، هي هتترفع اهي. بصوا كره لعيبه الترسانه هم اللي بيطالبوا بضربه جزاء، لكن لما هتتعاد شويه لانه للاسف ما كانش فيه فار. بصوا لاعب الترسانه هو اللي مد ايده على ايده اهي، دراع لاعب الترسانه نمره 11، وزميله الثاني الافريقي جري يطالب بيها ضربه جزاء. البنا دخلت عليه وخلت عليه اللعبه. بصوا ادي الايد لعيب حرس الحدود الاحمر اللي قدامه، جسمه كله تحت مفيش ايد مرفوعه. بيطالبوا بفكرك بايه دي يا ابراهيم؟ ده انا هوري لك واحده عاليه قوي استناني. بيطالبوا بيها
بصوا اهي، لو ثبتت اهي، شايفين الدراع؟ اثبت بقى، اثبت بقى، اثبت بقى. الدراع الممدوده دي بتاعت الازرق ده لاعب الترسانه اهي، شايف اللي تحت منه لاعب الحرس، ايديه تحت، ايده اليمين اللي ممكن تروح للكوره وصل شرط اللاعب الازرق، والايد اللي ممدوده ايد لاعب الترسانه نمره 11 اللي ما عرفش يدخل التاريخ، او للاسف دلس على الحكم. انت عامل الكوره بايدك وبص، لا الناس بتعترض، راح هو اخر معترض معاهم. بصوا اهي، تعرف انا شايفين اللقطه؟ اعتقد كده الصوره دي ممكن يقول لك ايه، يمكن لمست ايده الشمال قبل ما تروح، اتضح ان ايده الشمال كانت جنبه وهي بتعدي. يعني انا لما جت اللقطه تاني شفتها كوره من اخر. طب لو الماتش ده ما فيهوش حكم دولي بحجم محمود البنا، كان هيتقال ايه؟ هي دي ماتشات تسيبوها للعيبه صغيره، كانت لازم تيجي لعيبه دوليين. يا جماعه الموضوع مش موضوع كفاءه، الموضوع اراده، اراده تحقيق العداله في الملعب. بتحتاج منك مجهود وتركيز، وبتحتاج منك ان تكون حكما وليس مخرجا. بص انا في تقدير الشخصي محمود البنا في ديت، اولا ما شافهاش، وسمعت الكابتن سمير عثمان قال ان انا سالت، قال ان المساعد هو اللي اداله، قال له ضربه جزاء، وخالت عليه المساله لانه لعيبه الترسانه للاسف بيحتاجوا يعترضوا ويطالبوا، وزميلهم هو اللي مادد ايده وماسكها، فواضح جدا انه استجاب لكلام المساعد لانه ما كانش عنده مصلحه ان يكسب الترسانه او تكسب الحرس، وهم جايبين الحكام الكبار علشان يظبطوا المساله شويه في الترقي. والاهم من كده ان محمود البنا في دروب بقاله فتره مستواه في النازل حظ وحش قوي، وحظ وحش. فمن المؤكد انه جاي عايز يعمل مباراه كويسه يعيد بيها التوازن لنفسه، حظ وحش جدا انه وقع مع لاعب اراد ان يدلس، لا او رفض دخول التاريخ، حظه وحش انه وقع مع مساعد يورطه. ما هو بص يا استاذ ابراهيم، الماتش ده بيفكرني بماتش الاهلي والاسماعيلي، اللي الكوره الدوري ده احنا خسرناه. أيوة. واخد بالك؟ ايوه كنا بنلعب الاسماعيلي. أيوة. عمرو جمال، ها الكوره سقطت جبناها جول. ايوه راح حاسبها هاند بول على عمرو جمال. ايوه ولغى الجول. كان جهاد جريش على فكره. لما جت الاعاده طلعت انها مش بس عمرو جمال جابوا جون سليم، لا ده هو في ضربه جزاء اللي لمسها بايده ما كانش عمرو جمال، كان لاعب الاسماعيلي، فلا تحسب لا جون ولا بنالتي. ومين اللي ورطه برضه؟ مش ورطه، شاركه في القرار. ما هو ما كانش فيه فار، ويجوز لو كان فيه فار ما كانش نادى حد. خد الكبيره، الزمالك بيلعب مع المحله، مع حرس الحدود، مع عفوا الترسانه، في الثمانينات، في بدايه الثمانينات. الحكم فاروق المحلاوي، عصام مرعي ده في نص الثمانينات تقريبا، عصام مرعي يروح من الناحيه الشمال ويلعب كره بالعرض، اللي يلمسها بايده مين؟ الكابتن الخلوق جمال عبد الحميد. ففاروق المحلاوي الحكم يحسب له ضربه جزاء، يعني هو اللي لابس اللي الكوره مهاجم الزمالك فاروق نفس اللعب جمال عبد الحميد اهي. وضد الترسانه برضه، يعني الترسانه حظها من زمان اهي، لو الصوت بس يبقى موجود كابتن ابراهيم الجون المعلق، ضربه جزاء خاطئ لانه بيمنع، لا لو هتتعاد بقى امامنا دي اهي لعصام مرعي. عصام مرعي بيفوت بالعلي باهر بيلعبها بالعرض، ضربة جزاء، ضربة جزاء خاطئ لأنه بيمنع أي فرصة أمام نادي إنه يستكمل المباراة. هنشوف دلوقتي الحكم الدولي فاروق المحلاوي هيعمل إيه، لأنه طبعا انسحاب فريق من المسابقة أعتقد إنها قاسية جدا، ستكون العقوبة مش هبوطه درجة، لا هبوطه درجتين. طبعا اللاعب اللي بيتخرج لابد إن هو يلعب كلاعب فقط، حكم حكم واللاعب لاعب والإداري إداري والجمهور جمهور،
اما خروج اللاعبين عن روح رياضيه اعتقد ان ده بيضر ضرر بليغ جدا بالنادي. لو هؤلاء اللاعبين خرجوا من الملعب وجمال عبد الحميد داخل وبيصوت معها اسلام يوسف وتطلع بره الملعب ضربه ركنيه. طيب اسلام يوسف صدها كمان، بس انت لاحظ انه ده كمان يعني دي هديه للكابتن جمال عبد الحميد، لانه هو اللي لعب الكره بايده وهو اللي راح يقول لفاروق المحلاوي ضربه جزاء مع ان هي هاند بول عليه هو، وهو اللي تصدى ليها، لكن عداله السماء على راي الله يرحمه كابتن محمود باك، وهو اللي بيحاكم كل ما حق. هو اللي بيحاكم الناس دلوقتي من منظور اخلاقي. بص الكابتن عصام مرعي اهي بالعرض، العيال الترسانه اتجننت لانه جمال عبد الحميد اللي ماسكها بايده، مش بس وكان لوحده محدش يلتبس عليه الامر، محدش مشترك معاه. يعني راحت من ايده لعيبه الترسانه. فلعيبه الترسانه يعني خلاص غريبه شويه. كابتن بدع وفتاح الله يرحمه كان هو المدير الفني للترسانه، رجعهم تاني يلعبوا، واسلام يوسف صد لضربه الجزاء. بس هي ديت الناس يا جماعه اللي بترفض دخول التاريخ. يعني لعب الترسانه امبارح، طبعا الامور دي خدوا بالكم ما بيعملهاش الا ناس عندها تقدير حقيقي. نتيجه المباراه ايه بقى بعد كل ده؟ امبارح الحرس كسب 3-2. يعني انت استفدت ايه بقى؟ يعني ضربه جزاء الترسانه ما افادتكش، وكجمال عبد الحميد ما افادتكش برضو. يعني الحرام ما بيكسبش، لكن فعلا دي لعيبه عندها فرصه لدخول تاريخ بشكل حقيقي. احنا بنحكي ونتحاكى بواحد زي الكابتن علي خليل، وزي ما المهندس عدلي اشار انه تتعمل له جايزه باسمه، جايزه البساله، لانه قد ايه كان راجل رياضي حقيقي. بس مش اي حد يقدم على حاجه زي كده يا باشمهندس. اي حد عنده ضمير، اي حد عايز يكسب احترامه امام نفسه. اصل خلي بالك، وكابتن علي خليل يعني ما راحش تطوع، وكابتن علي ابو جريشه سمعه بيقول والله من بره، فقال للحكم اسال علي خليل. فالحكم راح ساله من بره يا كابتن ولا؟ قال له لا من بره. ما رجعش في كلامه علي خليل، لا خلاص. هو البرطمه اللي قالها خلت الكابتن علي قال له اسال علي ابو جريش، اسال الكابتن علي خليل. ناس تذكرها بالاحترام. هو القيمه ايه اللي النهارده يا جماعه؟ الاحترام ده حاجه راقيه جدا، حاجه من القيم العظيمه في الدنيا. يعني لان لحظات الماتشات دي عابره على فكره يا جماعه. برضو المعلقين، يعني هنا كابتن ابراهيم الجوين الله يرحمه هو ما قدرش ابدا يقول ان الكره في ايد جمال عبد الحميد. فضل كل اللي قادر يقوله، وادكم شايفين واللقطه اهي والصوره شايفين ما بتكذبش. بينما الاقي مثلا كابتن فاروق جعفر في اللقطات اللي انتوا فاكرينها، كرة مثلا الزمالك بيلعب مع الفريق الجزائري، كابتن فاروق الراجل هو اللي بيعترف بنفسه، بيقول لك رحت رامي نفسي تحت رجلين الجون وما لمسنيش، خدت ضربه جزاء. بس لما تسمع الكابتن لطيف يقول لك فاروق بيتضرب اهو، اديكم كلكم شايفين فاروق بيتضرب. كابتن فاروق جعفر لما حكاها قال لك من كتر كلام الكابتن لطيف ان انا بتضرب شك، حسيت ان انا اتضربت فعلا. قال لك انا رحت رامي نفسي تحت رجلين الحارس. وكان طبعا الحكم عارفين انت القصص هي بتاعت اعترافات الكابتن فاروق. بس انا بتكلم على المعلقين، وهتلاقي برضو لقطه من اللقطات الكابتن حماده امام رحمه الله على الجميع، شيكابالا عمل فنت ووقع، قال لك هوبا وبيقع اهو، اديكم شايفين شيكابالا بيتضرب وبيقع، واللقطه شايف انه مفيش ضرب خالص. بس اللي كان اصدق من كل دول الحياه كابتن محمود بكر الله يرحمه، شفت له فيديو لاعب الزمالك اعتقد مصطفى فتحي بيلعبوا مع المقصه برضه جوه ال 18، عمل فنت ورجع راح واقع. فمحمود بكر الله يرحمه بكل عفويه قال له يا راجل انت واقع لوحدك، احنا في رمضان، بس الحكم بيقول بنالتي. هنا هي دي الفكره بالنسبه للمعلقين، اللقطه لما بتبقى موجوده، وده عطفا على كلام الاستاذ عبد الفتاح حسن، اللقطه لما بتتعاد بتجاوب على كل حاجه، بتظهر الحق ليك او عليك، ما بتسيبش الناس عرضه لانطباعات غلط واتهامات ممكن تكون مش حقيقيه. كان ممكن لقطه الزمالك لو اتعادت مع نهضه بركان يتضح انها مش ضربه جزاء، هو بس في النهايه تتعاد. على فكره البنيج المغربي قال كده،
اه انا مش عارف اجزم انها ضرب جزاء، انما اللي شككني انت اخفيت عنه الصوره، اللي شككني انها ما اتعادتش. اه لو كان عادها يجوز كنت اقتنعت انها مش ضرب جزاء. طيب اما وقد دهمنا الوقت، الساعه 8 مساء السبت في استاد القاهره، انا عارف ان انت مش هتتفرج، هتكون فين انا وانت؟ لكن قول لي الناس يعني للاعبتنا بقى، لان في الاول وفي الاخر يعني اللعيب هو اللي هيلعب. بص اه احنا عمالين نقول الناس الروح الرياضيه، عمالين نقول للناس كره القدم والدروس، واحنا مؤمنين بهذا. ايوه كل المطلوب ان نقدم ما لدينا وناخذ بالاسباب ونامل من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وهل يحدث ما يحدث، وان كنا نتمنى ان يفرح هذا الشعب في مجمله. هذا ما نتمناه. كل اللي باقي ان نخلص في التسعين دقيقه كلنا، لعيبه، جماهير، اداره فنيه، تنظيم، ان نخلص جميعا، وطبعا يسبقنا التحكيم. ربنا وفق ويكون فوز من نصيبنا باذن الله. ما يكونش نداله، لا باذن الله يعني يكون حاجه كويسه، لان النهايات دي قدام العالم كله يعني. فنتمنى تاني وتالت ورابع ان الصوره الحلوه اللي احنا بنقدمها مع الترجي تستمر، وان الملحمه تكتمل بسلوك جماهيري راقي جدا وداعم جدا ومستمر جدا، ويخلي الناس يقول لك ايه الجمهور ده، ولعيبه عارفه دورها ومسؤوليتها تجاه اساميهم قبل اي حد، ان يدخلوا في يعني ارقام غير مسبوقه. وطبعا ده سيؤدي الى سعاده جماهيره. اللعب الجماعي يا جماعه هو مفتاح السر، ان احنا نلعب الكره الصح السليمه ونساعد بعض على تحقيق الهدف، اهم من ان كل لعيب ياخد لقطه. من المؤكد انه الاهلي سيواجه خصما عنيدا وعتيدا. الترجي فريق مش سهل والمباراه صعبه، لكن على قدر اهل العزم تاتي العزائم، على قدر تركيزك، على قدر اجادتك، على قدر تقديرك للمنافس، على قدر ايضا التزامك بكلام المدرب وتعليماته، على قدر توفيقك باذن الله تعالى. كل المقومات جاهزه، الدعم، كل الدعم والمسانده من قبل اداره النادي ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب للجهاز الفني واللاعبين طوال الفتره اللي فاتت، وكان الخطيب على راس البعثه نفسها الى تونس، واعضاء مجلس الاداره الكل في ظهر الفريق، لانه فعلا ان انت تروح كاس العالم للانديه المره الجايه في 2025، انت ضمنت السفر الى كاس العالم كبطل سابق للبطوله ومتصدر التصنيف، لكن ان انت تروح وانت بطل النسخه الاخيره من دوري الابطال، اعتقد دي مساله جدير الاهلي بيها وجمهور الاهلي مهتم بيها. كل التوفيق للاهلي ان شاء الله تعالى. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.